Allô? اللي راه يسمعني يقول لي راني نسمعك. سي بون خويا محسن، راك تسمعني؟ عليكم السلام، تبارك الله عليكم الخوت. ايوا سي بون، يلا الحمد لله. المهم الخوت تبارك الله عليكم جماعة، كراكم دايرين؟ نتمنى لكم الخير ان شاء الله. المهم راكو عارفين شكون ارون الادمن تاع محسن، و ومعنا الاخت سميره والاخ انس، وان شاء الله كما قلت لكم كي غادي تكبر ان شاء الله كي غادي تكبر ان شاء الله القناه، كي غادي يكبر الجروب ان شاء الله غادي نزيدو معنا الادمنستراتور. المهم اخوتي نتمناكم تكونوا ملاح، ديزولي على الكاميرا باش كانوا مازال ما عنديش كاميرا، عندي لي كاميرات مي ما باش غادي نديرهم فيهم شويه الخدمه. نقلب على شي سيستم. اوكي الخوت بارك الله فيكم. المهم قامين تسمعوني اون ماشي مشكل. المهم توصلنا اون ارون الكونيكسيون اخويا محسن، انا بورتون عندي الكونيكسيون زوينه. ما عرفتش هاد النهار يبان لي شويه الكونيكسيون مريضه. اوكي خويا محسن داكور. المهم الخوت تبارك الله عليكم، يلا اخوتي اللي يدخل معنا في الجروب في الحفله يدير لايك باش يطلع لنا الجروب ان شاء الله، باش يطلع لنا اللايف مليح، باش يطلع لنا الحفله زينه، باش الخوت ديالنا اللي كاع اللي قال لي راهم معانا هنايا. واش خويا محسن راه معنا غير زوج هنا؟
اتمنى الخوت قال لي معنا في الجروب يجيو، وانا درت لكم هالجروب غير تيست وصافي. ان شاء الله غادي انستالي الكاميرا وغادي انستالي السيستم ديالها. لا بس اختي ناديه الحمد لله، وانت بخير، كل شيء بخير، هانيين. دوماج ما عنديش الكاميرا، مي ان شاء الله غادي نريكلها، ما تخموش ان شاء الله، غير باش نجمعوا الاخوان ديالنا، نجمعهم باش المهم، باش هذا راه غير يعني اول، ماشي اول لايف، ديجا درت لايف، مي دابا مازال ما كملتش هاد العصافير. السلام عليكم، تبارك الله على اختي خديجة يوزا. السلام اختي سميرة، تبارك الله عليك، كي دايره؟ كي بقيتي اختي؟ لاباس عليك، ريحتي شويه؟ شكرا اختي نادية على التعليق ديالك، وصلني وصلوني شلة تعاليق، مي يبان لي كاينين شي وحدين اللي مازال ما جاوش، مي ماشي مشكل، غادي نشوفو هادشي انا ومحسن. شكرا شكرا اختي سميرة، الله يخليك عليا، توجور معايا في العمل في الترافاي. وعليكم السلام الأخت وفاء، كيف الحال يا أختي؟ نتمنى اللايف يطلع مليح، دابا يبالو لي غير 5 نتاع الناس، يعني في يمكن درتو روتار، مي كنت شوية مشغول، كان عندي شوية شغل، خوتي سمحوا لي بزاف، راهم كاينين اللي عارفين، محل سميرة راه عارفة، محل محسن راهم عارفين شنو كاين. وهذاك الشيء اللي انا نقلب عليها محسن. راني بارطاجيت اللايك ديالك. واخويا محسن شكرا بزاف. سامي اختي قول لي محسن، باش دير لك لامونيت عندي من خصك السيستم ديالو فين؟ حقاش الفوق كاين بارتيسيبون، اوفري لو شات دون اون نوفيل فينيتر، اكتيفي ديزاكتيفي. شكرا على البصمه اختي، شكرا لي دخلي ديرنا البصمه باش الحفله تطلع زوينه، باش نطلعوا هاد الحفله نديروا معكم واحد جوج سوايع ان شاء الله. واخا
واخا ما نظنش غادي يحسبوا هذا اللايف، ماشي مشكل. المهم او موا خويا ام حسين ما قلتليش، قول لي السيستم ديالو كيفاش. السيستم ديالو الو كنت تسمعوني؟ كنت تسمعوني؟ الو 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 كنت تسمعوني؟ ديزولي ما راني في الاستوديو. الو 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 نروح للتعليق بجنب التعليق ديال شو اخويا محسن واش طلع لك؟ Voilà. راه طرشهم اصاحبي. الو دابا راك تسمعني مليح؟ دابا راك تسمعني؟ الو دابا راك تسمعني مليح؟ دابا راك تسمعني؟ راك تعرف اخويا محسن ما راني في الاستوديو، راه تعرف كون جهد نيشان راه غادي تقلب بالدواء. راك تعرف اخويا محسن ما راني في الاستوديو، راه تعرف كون جهد نيشان راه غادي تقلب بالدواء. المهم الخوت نتمنى راكو تسمعوني مليح.
وي تبارك الله عليك خويا أنس، كرك داير ذكريات. هو فوالا سي بون. المهم الادمينستراتور نتاع محسن سي بون، دابا راني درت لهم السيستمات ديالهم كيما مع الاخ محسن. والخوت الله يحفظكم، المهم الخوت تبارك الله عليكم. دابا عاد راني نشوف، راني مرتاح صافي، راني صاوبت السيستم تاع الميكرو. المهم نظن راك تسمعوني مليح، الاخ محسن قال لي راني كنسمعك مليح. اوكي سي بون. المهم كي راه مزيان هذاك الشيء اللي بغيت انايا. المهم الخوت كاع اللي معنا في الجروب، متشرف بكم يعني، ونتمنى ان شاء الله نخدمو واحد كما قال سي محسن، ونكونوا مجموعه ان شاء الله، واحد المجموعه اللي تكون صادقه يعني، باش نخدمو، باش ان شاء الله باش يعني باش نحققوا هذا الشيء اللي راه تابعنا. وان شاء الله المهم الخوت ديروا بيناتكم المهم تبادلوا هذاك الشيء، راه باين كل شيء يتبادل، كل شيء المهم. وسمحوا لي لما ما رحبتش بالاصدقاء، لحقاش راني كنت نصلح هذا المشكل اللي كان عندي، لحقاش راني حليت واحد اللايف ورجعت يعني غلقته وراني عاودت له. دابا من الصوت راه يخرج مليح، راهي تحسب ان شاء الله خويا محسن، الله يجعل لي تحسب وصافي. راك تعرف مع الصوره ما بايناش، ما كاين غير يبان لي التشيني هنايا، مي راك تعرف في البيسي ما نظنش غادي ندير هذوك السيستمات. انا كنت باغي نديرو في هذيك الاو بي اس، هذاك اللي ندير فيه كابتور ديكرون، باش يعني نقدر ندير اي حاجه، ندير لكم شي يعني بها نهضر معاكم، وبها ندير لكم شي سيستم يعني محل الاخت اللي سقساتني البارح على المونتاج، بها بعدا نوري لها السيستم غير من هنايا. دابا ما نقدرش، خصني الاو بي اس، المهم فيه شويه تخرخير، مي غادي غدوه ان شاء الله غادي نجبدها. انا عطيه غير الوقت لحقاش جيت روطار، واللي ما عندوش انا الخوت اللي يدخل عندي، اللي ما عندوش انا يدخل يدير معايا اشتراك، يشترك معايا، والمهم ان شاء الله يشترك معايا ويخلي لي تعليق زوين، وانا ان شاء الله نجاوبه. انا بعدا راه كاتب ليا غير بسمه واحده اللي محطوطه وانا مولاتها. المهم الخوت ديروا لنا البسمه، راه يبان ليا غير 11، راه يبان ليا 12 نتاع الاصدقاء، وفين راهم هذوك اللي معنا في الجروب؟ كنعتذر سي فري، درناه شويه روتار، مي الله يحسن العون. كاين اللي خدام، كاين اللي كاين، كل واحد وشنو راه. شكرا اختي سميرة، الله يخديك عليا، بارك الله فيك، ذكريات كاتب. والله البارح تعرف شحال ضحكت ولا شكرا خويا محسن، الله يحفظك ليا خويا. راني نشوف لي كومونتير ديالك. ارون ما تخافش، اللايف محسوب على حسابي، الناس كيديروا الظلمه وكيتحسب لهم ان شاء الله خويا محسن، الله يجعل لي تحسب وصافي.
ربي يوفقك اخي ارون، ميرسي لينا، شكرا بزاف، حتى انت يا ربي يوفقك ان شاء الله. سلطانة، عليكم السلام سلطانة، غصبا عنك. انا سمحي لي، انا ما نعرفش نهضر بالمصرية، مي غادي نحاول. مرحبا سلطانة، غصبا عنك، ترحب بيك كتير. الإخوان، شوفوا، ما تبقاش يعني الواحد يبقى يقرأ لي كومنتير. هو الأخ محسن راه يقول لكم اللي ما عندوش الآخر يمشي عند الآخر ويتعاونوا بيناتهم، وإن شاء الله قاع يوصلوا. أنا شروق، مرحبا بشروق، ونتمنى الإخوان لي زامي نتاع الأخت سميرة إن شاء الله يزورونا، ويزوروا قاع الأخ عمر اللي مسكين يدعمنا ويدعم قاع جميع الأصدقاء. المهم أخوتي، اللي ما عندوش أنايا يمشي عند أنا. المهم بلا ما نقول لكم، سلطانة نورت الحفلة. كويزين كلثوم، تبارك الله عليك أختي، كويزين كلثوم. إيمان، تبارك الله الأخت إيمان. شهوة حسناء، تبارك الله عليك، فن وإبداع، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم أخوتي. نتمنى لكم أخوتي ديروا لينا بصمة، ما تنسوناش باش اللايف يطلع ويجو الأصدقاء الآخرين. سمهان بيوتي، تبارك الله عليك أختي، اسمحي لي ما رحبتش بيك. شهوة حسناء، أهلا، أنا معك بقناة أساسية، تبارك الله عليك سلطانة، غصبا عنك عملوا البصمة باش تعد الحفلة. الخوت عملوا البصمة باش الحفلة تطلع زوينة إن شاء الله، ويجيو كاع الأصدقاء كيما حنايا نمشيو عندهم، كيما الأخ محسن، كيما الأخ أنس، كيما الأخت سميرة، كيما الأخت نادية. واللي دخلوا أخوتي ديروا البصمة ونتعاونوا إن شاء الله. واللي سيرتو أنا كان نأكد واحد الميساج للإخوان اللي معانا في الجروب، الله يحفظكم، مين يكون عند شي واحد الحفلة أموا يجو، واخا يزوروه ولا، مهم أموا خصهم يكونوا معاه في اللايف ديالو، باش إن شاء الله باش اللايف ديالو يطلع زوين، وهكذاك نقدروا نوصلوا إن شاء الله. الأستاذ رضا الروبلة، تبارك الله عليك خويا رضا، كنت متلاقى معك بزاف في الحفلات، مهم مرحبا بك خويا، نتمنى لك تكون ان شاء الله كملت الشروط ديالك لحقاش مدة ما شتكش. ونتمنى كاع الاخوان وواحد ديديكاس لخويا راش، واخا ما راش حاضر معانا، مي انا عندي مع اتصال، يعني كل مرة كنتصل بيه كنهضر معاه كيهضر معايا. نتمنى واحد ديديكاس للاخ راش ما نساوهش، وواحد الاخ اخر راني مدة ما سمع ما شتوش، يعني الأخ محسن ولد فاس، الفاسي خديجة شانيل جزائرية ميكس، تبارك الله عليك أختي جزائرية ميكس، توش ولد ولا بنت مهم اسمحي لي، تبارك الله عليك، نتمناك تكوني غاية، وإن شاء الله رانا إخوات جزائريين مصريين سوريين، مهم قاع جميع العرب. مهم أخوتي، اللي نادى عليه شي واحد يمشي عنده أخوتي، باش ما نبقاوش في هذيك المشكلة، حقاش أنا كيصرى لي هذا المشكل، كنمشي عند الناس وكان ندي عليهم، ما كانش اللي يعني بالمطول باش كيجيني، اللي عندي كتب اسم ارد الان. المهم اخوتي،
رضا راه كيتعامل كيرد يعني بصدق اللي مشى عنده يتعامل معاه اخوتي زعما الصراحة. انا ديجا كنت نشوفه كيرد الواجب ومهم كاع الاخوت هنايا ماشي غير محسن، الاخ انس، الاخت سميرة، والاخت سميرة اللي ما عندوش يمشي عندها يزورها الله يحفظكم، راها انسانة صادقة. والاخ محسن كذلك ته هو صادق. سجلت عندك الهدف الاول ديلا محسن، اقول له ميسي راه سجل الهدف الاول. راكو تعرفوا الخوت انا ما عنديش تجربه مع هاد لي لايف، راكو شتوني في الفلوجات ديالي كنهضر نهضر متلوق، مي الحمد لله ماشي مشكله، راه غير يعني ان شاء الله مع الوقت غادي تبدل الدعوه. المهم الخوت لايك 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 على ما اظن راهم هنايا يعني النص بالجروب ديالنا. المهم راهم باينين، سميرة، محسن، انس، نادية، كلثوم، هادو بعدا راني عاقل عليهم يعني من الجروب ديالنا. وي خويا رضا رانا دايرين جروب مع محسن، هم كلي عندهم لي كلامونيت، هادوك هما الادمين تاع محسن يعني حتى انا منهم. عندنا جروب خويا رضا، ولا يعني راه ماشي بزز. عجبك الجروب ديالنا خويا ما كانش مشكل، مرحبا بيك على الراس والعين، ونخليو لك النمرة تدخل معنا في الجروب خويا وتحقق الشروط ديالك ان شاء الله. محمود ربيع ابو مكة تبارك الله عليك، كيفك؟ وسمر خويا محسن خاصك تكتب الاسماء في اللائحة وتبعتها في ولا هل الفكرة اختي سمر؟ حتى انا كنت غادي نطرحها عليه، ضروري خاص يكون عندي واحد اللائحه فيها الاسماء نتاع اللي في الجروب معانا باش نعرف شكون باش نعقل عليهم. منوعات محمود ربيع ابو مكه تبارك الله عليك يا اخي، ازيك خويا رضا؟ روح عند محسن غادي يخلي لك النمره ديالو، هو غادي يفهمك، وإلا كان مشغول ولا نفهموك ماشي مشكل. المهم راك تعرف السيستم تاع طاهرة كيتشن. هالو أرون، هاو ار يو طاهرة؟ اي ام فاين، ديزولي مو جو بارل با انجلي بيان مي جو بارل فرونسي، سي فو بارلي فرونسي يا با تشوسي، مي نتمنى نهضر بالعربية احسن لي لحقاش توحشت العربية لحقاش أنايا كنهضر غير بالفرونسي مع المرأة. عندي مرأة قاورية كما حكيت لكم، عندي الوليد تا هو يهضر غير بالفرونسي، وراه هنا خويا محسن ما نخافش، هو غادي يتكلف بطاهرة. والأخ محسن كيتكلم الإنجليزية ما شاء الله عليه، والله زعما الصراحة عنده يعني مستوى زوين. خويا محسن رضا راه يطلب النمرة، شوف مع الأخ أنس يسرد له النمرة، ولا كيما بغيت، المهم طلبوا الإذن منك. اسمهان بيوتي طاهرة كيتشن شهيوات حسناء، مرحبا بك أختي، راني دزت عندك وراني شافت لك في الفيديو ديالك وعجبوني. ريد اخويا هو راه عطاك محسن نمرة، ونتمنى تكتبها. المهم
مرحبا بك خويا انس، على الراس والعين. انا قدام معاك اليوم، وما تنساش كما قلت لك انس، صيفط ليا في البريفي ديالي باش نصيفط لك هذوك السيستمات باش تبقى ان شاء الله تخدم بهم. راهم عندي بزاف نتاع لي لوجيسيال نتاع الخدمه نتاع، يعني داك الشيء اللي سالتنا عليه الاخت البارح. حقاش انا كنت نقول لها راه ما فهمنيش محسن وصافي، كنت نقول لها الكراك، يعني هذاك فليمور ولا هذاك، راه كيبقى هذيك العلامه لتحت بصح كي دير له الكراك ديالو كيتقلع العلامه، والكراك ديالو راه فيه شويه صعوبات يعني بالنسبه ليها الا ما تعرفش. بصح بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل، كان جبد هذاك استا بوينو سيلينا كومو استا. خويا رضا جزاك الله خيرا، وكي تكمل الله يحفظك مسح لينا هذيك النمرة، مسح لينا هذيك النمرة الله يحفظك اخويا، كي تكمل بها مسحها وصافي باش ما يبقى لناش طالع في ال... المهم الخوت ديروا الواجب بيناتكم. نتمنى ارون تالك لود، ارون تالك لودر. اختي ما فهمتش انا هاد تالك لودر، انا ما عنديش مع الانجلي. نتمنى محسن اخويا تفهمها، حقاش انا ما فهمتلاش وشنو قالت. تالك لودر جو سي با سي كوا. المهم اخويا محسن راك تمايا، اخويا انس راك تما، الاخت سميره راكي تما، الا طلع شي حاجه وما شفتهاش. المهم اتمنى يعملوا لنا لي لايك باش يطلعوا لنا الناس، باش ان شاء الله يدخلوا عندنا ارون راه بحالي مريقل غير على الفرنسي. والله اختي ناديه لا ما كذبش عليك، انا راني كيما قلت للاخت سميره والاخ الاخ محسن، انا جيت هنايا لفرنسا، جيت صغير يعني كبرت هنايا، والحمد لله كان عارف نهضر العربيه يعني علموني والديا، ولكن تاني كان هضر غير الفرنسي شكرا اختي سميره، شكرا. عارفك بلا ما نقولها لك غادي تلوحي، راني عارف والله، زعما عزيزه عليا اختي بزاف زعما الصراحه، اي حاجه كنديرها كتلوحها مسكينه في المنتدى عندها. كنحييك من هذا المنبر الاخت سميره، وكندعي معاك الله يجعل ربي يشافيك ويشافي لك كاع اللي قريب ليك ان شاء الله يا رب. رضا خويا راه يمكن الاخ محسن راه صيفط لك النمره وراك يمكن ما شتهاش. المهم هذيك 0034 هذيك ماشي، هو راه عطاك النمره نتاع المغرب. شروق تبارك الله عليك، شروق كيفك؟ يلا الخوت لايك لايك باش يطلع لنا اللايف زوين. يلا اخوتي يلا يلا المهم اخوتي غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الاخر واحد اللايف، مي ماشي دابا، راني نستنى غير واحد الفيستيفال غادي يجيو فيه ان شاء الله لي ستار، لي ستار امريكان، لي ستار فرونسي، لي ستار، وغادي ان شاء الله غادي نخدم تما، يعني عندي خدمه تما وبها غادي نخدم، وبها غادي تبقى ليا واحد الساعه ولا غادي نهز معهم فلوغ ان شاء الله، وغادي نتكلم مع لي ستار ان شاء الله،
ونتمنى نتمنى ان شاء الله هاد الفلوغ اللي غادي نديرو هادي هو اللي غادي يجلب المشاهدات بزاف ان شاء الله الا كانت في المكتب. مهم شي واحد حسنا شروق راني زرتك راه تقول لك راني زرتك وما دابا بكم اخوتي هذيك زرتك وهذيك راني كدا ديروا شي حاجه اخرى احسن يعني كتبوا شي حاجه اللي هي باش ما تطلعش بالمحظورات وباش ان شاء الله شهوات حسناء انا معاك من زمان شروق كتقول لك شهوات حسناء انا معاك من زمان ارون وي اختي ناديه واللي بغى يسقسيني شي سؤال ماشي مشكل الاخت ناديه راني كتبتي ارون سناب شات ما عنديش الوقت نتاع السناب شات دابا غير سيرو داري تي في مرحبا بك سمح لي ما رحبتش بيك ما شفتكش اش من بلاصه في فرنسا انايا كنت في باري كنت في بورت دو فيرساي ودابا ما بقيتش في باري دابا راني رجعت لواحد المدينه يعني بعيد على باري شويه بربعه السوايع انا في انغولان دابا الماتريكول 16 محسن يمكن اخويا راه ما دارش النمره نيشان قول له هو يصيفط لك قول له هو يصيفط لك باش يدخل شكون كاين شكون كيحيد ويرد واللي استأذن اخي مع السلامه انا ماشي من دوك النوع رضا اخويا على ما اظن راه معنا الناس غير الملاح راه ما عندناش شي جروب يعني اللي غادي يدخل ويحيد واش تا هو خوتي الله يحفظكم اللي يدخل عند شي واحد ما يحيدهاش يعني راه ما غادي يخسر والو هادشي راه غير الضو والانترنت يعني يخليها واخا الاخر ما جالوش ولا ماشي مشكل ارون من احسن تاخذها انت من بعد تدخلها اوكي صافي خويا صافي خويا محسن انا غادي خصو غي يبعثها لي دابا راني ما شتهاش قبيلات الأمانة والمصداقية اسمى لايك اسمي لايك وي اختي الأمانة والمصداقية داكشي اللي بغينا طاهرة ام لايف ارون ام نوت اندرستان يو محسن اخويا شوف مع طاهره انا ما فهمتهاش اندرستان يعني واش راه تقول لي فين تسكن ولا قول لها انايا من فرنسا و في الكابيتال و فوالا ورا العصافير كيتيرون هذاك الشيء كاع اللي جمعتهم شالي والله العلي العظيم هاد الالف باش غادي نوصل لها راه بك شايف مهم الخوت اللي ما عندوش انا يمشي عند انا والله يا وكان كانت اللايف زعما مسموح ندير لكم فيه الموسيقى والله تنشعل السنتي دابا ومقلع مي دوماج ما نقدرش الموسيقى ممنوعه في اللايف شروق قالت لك ذكريات والله ما فهمتش من كلامك فهميها ذكريات راه ما فهمت شروق عصافير ضروري كيطيرو اه والله كيطيرو انا يا راني مريض مع العصافير راه كاع داكشي اللي جمعته البارح مشى ليا أطفال متفوقون جزائرية مرحبا بناش الجزائر الله يبارك
خيار الناس، ونحبكم بزاف يا أخوتي. والجزائريين خوتنا وما ننساهمش، يعني إخوان إخوان. شروق كاتب دقات كاتب راه كيمزح معايا. اوكي محسن تاين ناين لايف. اسماء اوكي، افكار وصفات المرض سيلياك. السلام ورحمة الله وبركاته. راه خويا زارهم وحدهم دابا كيحيد على 24 ساعة، مش مشكل خويا رضا. شوف اللي حيد لك راه ماشي مشكل، خليه راه اللي يخدم ما يخدمش المصداقية، راه هو اللي غادي تحيدوا له كلش. المهم مش غادي نقول لك كيما بغيت اخويا، بغيت تريح مرحبا بك، ما بغيتش تريح مرحبا بك كذلك، انت حر في نفسك. وحنايا انا على ما اظن الاخوان ديالنا نتاع الجروب ما يديروا هاد الخدمه اخويا. خلي معنا باقي الناس ورضا، راهم جايين واحد الجيش ان شاء الله الى جاو. بغيت تمشي اخويا واش غادي نقول لك، بغيت تريح مرحبا بك، غادي يجي واحد الجيش ان شاء الله. افكار وصفات. نتمنى اختي يكونوا كاع جاو عندك الناس، لحقاش انت هي اللي خرجتي في القرعه الاول. رضا المهم الاخ محسن هو راه قال لك، راه جاوبك على الميساج ديالك الاخ رضا الروبلا. جزائر يا ميكس، كتعيط على خديجة شانيل. شروق ولا شروق؟ اوكي طاهرة تايفين توي سبيك فان توي سبيك. اخويا محسن ما عنديش مع لونجلي، هذه هي اللي ما بغيتش تدخل لي الراس. انا واختي سميرة كيطيروهم، واش انا ما طارو ليش؟ انا عييت من الجاره، راكي كيما قلت لك عييت من الجاره ما كاين والو، هاد الالف ما بغاش تلصق. اوكي باي ابريون. يعني ما وعليكم السلام الاخ يحيى، تبارك الله عليك نورتنا، الله ينورك. وقلت لي راك ولد وجدة. ونتمنى اخوتي تدخلوا ان شاء الله، نتمنى اخوتي طلعونا باللايك لايك 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 باش يطلع هذا اللايف ان شاء الله. الله يرحب الجنة خويا بجميع المسلمين، وعواشركم مبروك اخوتي، وهاد العواشر اللي رانا فيها ان شاء الله ربي ان شاء الله يستجب للدعاء ديالنا، واللي النية ديالو صافية راه غادي يوصل،
واللي لعب حراميات اخوتي راه ما غاديش يوصل بيا وطلع. والحمد لله انا صافي مع اي واحد، يعني النية ديالي صافية وربي راه شاهد. ما غاديش نقول لكم انا يا انا راني ملاك ولا شي حاجة، لا راه كل شيء فينا ديفو، كلش اي واحد فيه ديفو، مي الحمد لله احنا ملاح مع الناس والناس ملاح معنا، وهذا الشيء اللي بغينا. والله لقينا غير مع الناس الزينين، هذا الشيء اللي نقوله. المهم خوتو المهم اخوتي تعاملوا بيناتكم، واللي ما عندوش انا يدخل عند انا. المهم ارون زبيري، اللي ما عندوش ارون زبيري يعمل له بصمه ويعمل له لايك ويدخل عنده ويشترك مع القناه ديالو. امين اخويا ارون، الله يحفظك الله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين خويا يحيى. ومرحبا بك خويا، راك معنا في الجروب وان شاء الله حتى انت كي غادي يوصل الدور ديالك انا حاضر معاك، واللي ادمين الاخرين ان شاء الله حاضرين. هادو بعدا راني نعطيك اليقين، واللي ما عندوش انا يكتب اسمي انا. المهم اخوتي روح عند الاخت سميرة، راها كتعمل صدق وصادقة والله يعمرها سلعة. والاخ محسن وسي الله يعمرها سلعة، والاخ انس والاخت نادية والاخت شروق حتى هي كتعمل الواجب، ونتمنى تزورهم اخوتي. والاخ يحيى وسي هو صادق، خوتي نتمنى يطلع اللايف مليح. والله ما كرهتش انا كون نشوفو 40 واحد تمايا ولا 50 ولا، والله اخوتي اقسم لكم بالله العلي العظيم، وماشي غادي نقسم على هذا الشيء ولا، استغفر الله غفور رحيم. كندخل شي لايفات ماشي ديالنا ماشي عرب ولا، كنشوف ماشي 40 ولا 100 ولا 200 ولا، كنشوف 10,000 في اللايف. تعرفوا شنو هي 10,000؟ يعني راك في نهار يمكن غادي تكمل السوايع ديالك. يعني شيء عجيب، وحنا كقنوات يعني صغار، مي ان شاء الله غادي نوصلو. غير شنو هو خص يكون الصبر، انا متابع معكم اخويا محسن راك تما. شنو خويا ارون، احنا عرب راه هكا دايرين، ما نربحو ما نخليو اللي يربح. يا ربي السلامة. والله اختي نادية الى كلامك على صواب، بصح فينا القليل اللي كيعمل النية ديالو وماشي بزاف. وكاين انا يقول لكم صراحة، انا راه كيحر لي الامر كندخل عند قور، يعني مش عرب ولا، ما عندهمش هذيك نتاع محضور ولا هادي ولا، يعني كيتكلموا بيناتهم في مواضيع بلا ما يقولوا راني جيت كل مشى عنده، ولا كيمشيو عند بيناتهم بلا ما يكتبوا بلا ما يهضروا، راهم هادرين على واحد الموضوع. هذاك مول البت راه داير موضوع، ما عرفتش يمكن يكون دايروا على كره، يمكن يكون دايروا على شي حاجه اللي هي مو موضوع. المهم بارك الله عليك اخي محسن،
يحيى خويا، كيقول محسن تبارك الله عليك اخ محسن. سميرة ليالي هي الكابتن ديالنا. سميرة الاخت ديالنا هذيك ما نساوهاش. والله احنا فينا السم والحسد حتى الى الخير جاك كيرجع من الباب من كثرة السم. ضروري اختي هادي هادشي سميرة اللي كتقولي راه صحيح، وسيرتو ماشي راني نطيح بالمغاربة ولا حشومة، والله لا حشومة، بصح لا بليبار فينا في المغاربة يعني المغرب ما حتى واحد ما كيبغي الواحد باش يوصل. يحيى راك تما ما عندي ما يتسلك، حادي معايا وعندك كلمتك. لا يحيى خويا محسن ناس ملاح الاخ يحيى، واخا ما نعرفوش ولا يعني باين في الكلام ديالو في اي حاجه، يعني كنشوفو في اللايفات عنده كلام زوين، ويعني الصراحه ما نعلم حتى على شي واحد، بصح الناس باينين، الناس الزينين باينين. والاخوات هنايا كاين، الاخوات هنايا كاين، الاخت شهوات حسناء كاين، لينا كاين، جزائريه ميكس. المهم نتمنى نتعرفوا عليهم ويكونوا من الجروب ديالنا ويخدموا معنا، وان شاء الله غادي يوصلوا. وراني نقول لكم راه عندنا، راني راه زعما الصراحه انا عندي معلومات بزاف، راني غير ما عنديش الوقت باش غادي نكون ماسين، مي غادي نكون ماسين ندير هذا الشيء. غادي نوريكم شي معلومات اخوتي، راه غادي نوصلوا. راني قلتها لمحسن، ومحسن ان شاء الله ماشي دابا غادي نهضروا هذا الشيء، بغينا حتى نجمعوا الناس ديالنا، حتى نوصلوا 40 واحد 50 واحد، نشوفوهم في الاخر ونشوفوهم صادقين. وغادي نعطيو لكم واحد اللغز، يعني ماشي لغز، يعني واحد الحاجه اللي غادي هي توصلك وتوصلنا وتوصل جميع الاخرين. الله يعزك خويا محسن، حتى انت وارون، والله نحسبكم موت ليا ورب العالمين. كلشي باين اختي سميرة، الله يحفظك خويا ارون، هذا واجب. انا عارف اخويا يحيى، انا عارف الناس الزينين ونعرف الناس اللي ما يخدموش بالمصداقية. شكرا عادات مغربية صحية، مرحبا بك، مرحبا بك أختي. مطبخ سارة جوهرة، اسمحوا لي لما نعرفش يعني نقول لكم الأسماء نيشان ميراني، كان مطبخ سارة جوهرة. وعليكم السلام الأخت، كيف الحال أختي، لاباس عليك، نورت الحفلة، مرحبا بك أختي. المهم اللي ما عندوش الاخوان، اختي سارة جوهرة راهم هنايا الاخوان، كيعملوا المصداقية، روحي عندهم راهم كيرجعوا لك محل الاخ محسن، الاخت سميرة، الاخ انس، فن الضحك. مرحبا بك اختي على الراس والعين ارون. هارون كيهضر مع محسن، راه عادي، راه جوانات. الله يعفو خويا، ذكريات كاتب خويا انس، الله يعفو على الجميع. انا ما نكذبش عليك، انا ما كان كمي، ما كان شرب، هاد الشيء كنت نديرو يعني من زمان، بصح ريت كلش، وكنت كان كمي يعني في واحد المدة وتغلبت عليه، يعني ما بقيتش نكمي الحمد لله. أرون
Ah, on a récupéré. Moi, oh, Pena Nadia, s'il te plaît, parle avec moi français, anglais. Marhaba bik akhti matbakh Sara Jawara, marhaba bik. Rouh ind dra rouh ind l'ikhwan rahom hna rahom kaykhdmou mesdaqia kayrjaou lik l'amana dialek w ma tkhafi tab chi haja. حنا خويا ارون كان كيميو غير الكارو هاد الساعه. الله يعفو عليك اخويا انس، وجهك ماشي نتاع الكارو وماشي نتاع داك الشيء، وجهك نتاع الخير وانسان طيب. هضروا غار بالعربيه. وعليكم السلام اول ايزي، مرحبا بك من طرف شروق، مرحبا بك. فن الضحك راه عند كل شيء يعرفه، ما كانش اللي ما يعرفوش. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خد رحبوا لنا باللي دخل. أوائل إيزي، مرحبا بك. راه كترحب سمار، سمار اختي. انا هي بيكالتي 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 سي محمد. ادينا محسن، محسن بيكالتي 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 سي محمد. ورا غادي يتفرج على الشومبرير. زوين هذاك الفيديو، كل مرة كنشوفو كنضحك. ذكريات نادية. أوائل ديزي كتعيط عليك مطبخ سارة جوهرات، عملي معها أختي. نور تي في، مرحبا بيك، نورت الحفلة، مرحبا أختي على الراس والعين. المهم الخوت اللي يدخل لي يعمل لايك باش اللايف إن شاء الله يطلع، باش الحفلة تنور ويجيو الإخوان أخرين. مطبخ سارة جوهرة قالت لك انا شلحاوية. ها شكون شلحا هنا؟ اش من شلحا اختي؟ شلحا نتاع الريافة ولا نتاع صحراوة ولا نتاع راه كاين بزاف، كاين تا شلحيت تا ريفيت. ارون هضر في شي حاجة مفيدة. فاش بغيتيني نهضر اختي داري تي في حاجة مفيدة، اش من يعني؟ سوليني اختي نجاوبك، ماشي مشكل. نور تي في ذكريات كاتب. غادي يوصلك اختي ما تخميش، ذكريات كاتب راه كيدير المصداقية وصادق. راه بيكالتي كيهربو، خاصك تخدم. والله اختي انا راني غير جات لي على الهضره وراني قلتها وصافي. بيكالتي ارون شهر رمضان شحال باقي ليه؟ والله اخويا محسن شهر رمضان ان شاء الله في لو موا د ماي، سوا لو 4 سوا لو 5، يمكن في 4 ولا في 5 ان شاء الله. والله يدخلوا علينا بالصحة والراحة، وان شاء الله نقوم بالواجب لسيدنا رمضان. نور تي في كتعيط لعادات مغربية صحراء. محسن شحال باقي للعيد؟ صافي مشيتي للعيد ديريكت. نادية قالت لك العيد صافي، راه غدا العيد ان شاء الله.
شهيوة حسناء كتقول لك نور تي في حصل مطبخ سارة أجي فلول الله يدخلوا علينا بالصحة والراحة والعبادة إن شاء الله أختي، إن شاء الله قال لجميع المسلمين، ونتمنى ربي يقبلوا بينا. السمر البوخ كتنزل عليك ذكاء. فن وضحك نور تي في، ما تخميش اختي، فن والضحك راه كيمشي عندك، ما تخمي انت بشي حاجة. نور تي في كتعيد عادات مغربية، نتمنى تكون درتي معها. السمر ذكاء نعمة من الله، لا ماشي البوق، البوقات كتجيب الذكاء، البواقات كتجيب الذكاء. وائل بعدين بفهمك حبيبي، حبيبي ولا حبيبتي، والله ما فهمت، اسمحي لي. نسولكم علاش نتوما سمتكم بالزرق وحنا بالكحل، ياك ما كنا كحلينها ديجا مع اليويو. لا اختي، هادو اللي عندهم الكلامونيت زرق، هادو اللي كي الا شافوا شي حاجه محظوره كيحيدوها وكينبهوك وصافي. يعني كما انا عند الاخ محسن داخل عنده بهاد الكلامونيت، يعني هو مدخلني بالكلامونيت. ارون حفلة دايزة عند توب كولور اورانج، والله كولور تاع بركان. أنا تعرف سميرة النهضة البركانية عندهم الكولور اورانج، سبحان الله، وخرج اورانج منور. خطيب شروق، خد خبر عاجل، الخد خبر عاجل، غير الخير اخويا. ذكريات كاتب ان شاء الله، الله يسمعنا سمع الخير. اخي محسن حيت مصري، غدا غنديرو مظاهرة نصيفطو فن الضحك للعبس. ما دارو مسكين، غي كيبان لي وجهو ديال الحبس. الله يستر اخويا، لا يوصل شي مسلم لهداك هداك البلاصة كاع. بركان 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 بركان، وسيدي قاسم وقنيطرة، وديديكاس الجميع اللي راهم هنا ما نعرفوش المدن ديالهم. المهم انا نعرف محسن من قنيطرة ومن سيدي قاسم، والاخت سميرة من بركان جارتي. فن الضحك ياك ما كاين باس. جزائرية ميكس، ميرسي. عادات مغربية صحية. أرون هذا كاتب خصو شي راجل يقدر ليه لي يكتف ويحيد ليه بوتفتاف. اودي يا محسن، قلت لكم محسن منين يكون عندك دير ليا الكلامونيت ان شاء الله اختي، علاش لا. متشرفين شروق بأوائل، مبروك عليك. واش مبروك عليها اختي سميرة؟
عمو العرس شدني خويا بالكلاموني تاعها قبل ما يشدوني يويو اليويو. خويا أرون أختي داري تي في، مرحبا بك أختي، ميرسي بوكو. روحي خدمي الشغل ديالك أختي هو الأول، ما في مشكل، ما عنديش مشكل، ونتمنى ترجعي إن شاء الله. أرون راه شروق قدمت لينا أرون راه شروق قدمت لينا وائل خطيبها. أسيدي الله يسخر خويا، مبروك الزواج نتاع دير العرس دابا ان شاء الله، ان شاء الله يدير لكم عرس زوين، ونجي نحضر له، انا نجي نضرب له الموسيقى ونغني له في العرس ديالو، ماشي مشكل. كلامونيت كيعطيوه غير اللي لا اختي، الكلامونيت كنعطيوه غير يعني اللي خدامين في الجروب، يعني اللي يعني معنا في الجروب، اللي متفاعل معنا واللي خدام معنا وكيراقب اختي. خود فن الضحك راه دار عملية صحيح، المخ دار في بلاصتو اخي. ارون صافي انت تكون اخي، ارون صافي انت تكون الاول المعزومين، ما كانش مشكلة اختي شروق ان شاء الله. لا كاع ان شاء الله غادي يعرض عليكم. اي ده اخر ديريكت، انا يمكن ما فيه لا سمية دينار فلوك ولا خوتي. اللي يدخل معنا جديد ميلانو، مرحبا بميلانو، عادات مغربية صحية. اوائل ايزي أم فاطمة ومحسن تزوجوها، اسمهان بيوتي كتعيد الأوائل إيزي، نتمنى ترجعي لها. نتمنى أخوتي تعملوا المصداقية، واللي يدخل معنا يعمل لايك باش الحفلة تطلع زوينة، وباش يجيو الخوت إن شاء الله. ومرحبا بالجميع اللي جا، مرحبا به. الاخ محسن قال لك ام فاطمه قريب ان شاء الله، ان شاء الله خويا محسن الله يلاقيك بشي بنت الحلال تستاهل. تستاهل اخويا محسن تستاهل. المهم اخوت نتمنى لكم الخير في هاد العواشر المبروكة، واللي ما رديتلوش على التعليق ديالو سمحوا لي، راهم كيطلعوا يجريو، راني كنشوف، راه دوخني، راني نشوف في التليفون ونشوف الاخر. المهم مبروك ذكريات كاتب، كلشي تزوجت انا باركو ليا هالعار، بغيت نحس بداك الشعور. ديك كاتب
الله يلاقيك مع شريكة حياتك إن شاء الله أخويا أنس، علاش لا؟ الله يجيب لك شي بنت الحلال. اللي راه متمني شي حاجة الله يجعل ربي يوصلوا ليها، واللي راه بغى يتزوج الله يجعل ربي يزوجه إن شاء الله. سي محمد الله يحفظك اخويا ارون، الله يعزك اخويا اخويا انس ان شاء الله. اسمح لي انكسو مشي وجي، ماشي مشكل خويا يحيى، الدنيا هانية والسما صافية، ماشي مشكل. أنا عارف الكونيكسيون كتمشي وكتجي، عندنا ما نديرو، هادي هي ناديها عقلتي. الله يحفظك سي أرون، الله يعزك خويا يحيى، الدنيا هانية ماشي مشكل والله. راه هاد اللايف غير محسن مسكين هو اللي دفعني باش درتو، يعني انا كنت ما كنتش هنا يا راك تعرف، هاد البلاد غير جري جري جري. اسمها نردي ليا الناس الامانه ديالها. اسمها انا اختي، اذا راكي تسمعي الاخت سميره كتقول لك اللي جاك ردي ليه الامانه ديالو، ونتمنى ما تاخديهاش مني من قلة الصواب. يعني رانا هنايا باش نديرو المصداقية. عادات مغربية صحية، راه عطات لكم جوج قهاوي الخوت يبانو لي اللايكات كاع ما يطلعوش، راهم باقيين في بلاصتهم. اللي يدخل معانا جديد يعمل لينا لايك باش يطلع لنا هاد اللايف ان شاء الله. ارون عمر شي براد ديال اتاي مشحر وجي لينا الكارطة ودمص الفوق. صافي خويا محسن ان شاء الله كي تجي، ماشي غير براد اتاي، نعمر لك حاجة اللي يحب الخاطر ديالك نجيبها لك نورمال. مرحبا بك اخويا محسن على الراس والعين، الدار عندي بحر، راه عندي ربعة تاع البيوت والصالة والكوزينة وهاد البلاصة فين داير ستوديو والدوش سيباغي. أنا أول واحدة عملت اللايف لو موند دو أرجي أريج أريج. مرحبا بك أختي، سمحي لي لا مرحبتش بك، راني عارف اللي يدخل يعملنا اللايك ويعمل. اسمها أنا أختي، نتمنى ارمى يعيط على الاخير والله انا لازم اقول ارد امانة لا اله. نتمنى اختي سمهان نادية ارى الزربي عليا انا الاول بوكس نعد لوف ليف. مرحبا صباح الخير، كيفك اخي ارون، كنت بحفله خلصت ولقيت شعارك. مرحبا بك اختي لوف ليف، مرحبا بك، الحفله حفلتك وحفله نتاع كل شيء وان شاء الله. مرحبا بك اختي لوف ليف، ومرحبا بالجميع راهم هنا قاع يرحبوا بك، والأخت سميرة ترحب بيك، والأخ أنس، والأخ محسن، والأخت نادية، وشهيوات حسناء، وميلانو بوينو إيطاليانو فييرو. سمار حبيبتي صباح الورود، صباح الورود وصباح الفل والياسمين.
نور الحفلة، أهلا وسهلا لوف ليف. كيقول لك الأخ محسن نورتي الحفلة لوف لايف، يعني نورتي ومنورة سارة. وقت ما بدك، بس تكون المصداقية. أيها أخويا أنس، هذاك الشيء اللي بغينا. الأخ يحيى راه كيسمع، راه معانا في راه معانا في الحفلة. ياك أم حسين، حياة اليومية، أم فاطينة نسيتيني، ابتسام ستار، السلام الخوت. وعليكم السلام، مرحبا بك أختي ابتسام، مرحبا بك. نتمنى ديري لنا واحد اللايك باش يطلع الحفلة إن شاء الله، باش تطلع زوينة إن شاء الله، ويجونا الخوت كتير. ونتمنى غادي يجيو واحد الجيش ان شاء الله، الا شافوا هاد اللايف راه بارطاجوه الخوت عندهم ان شاء الله باش يطلع، وغادي يجيو ان شاء الله، وغادي يتعاونوا معاكم ويتعاونوا مع الجميع. والخوت اللي ما عندوش انا، يعني ارون زبيري، يمشي عنده ارون زبيري، يمشي عنده ويدير معاه، يشترك عنده. الاخ يحيى كيقول لك شكرا سمهان جيتك. الاخت سمهان راه جاك الاخ يحيى، الى كتسمعي راه جاك الاخ يحيى. الاخت سمهان اهلا وسهلا بالجميع. سمر، فرقي الحلوى على الناس، وخليهم يشطحوا شويه عاد ونفرقوا الحلوى، حتى نديروا العماريه ونبدلوا الكسيوه. ابتسام ستار سمر، شكرا. رو لينا عندي من زمان. هولا اميغو، ارينا ميدينا، ارينا ميدينا. هولا اميغو، كومو يستا استا بيانس. Est-ce bien? Bien, bien. ايوا خليهم يشطحوا شويه عاد الحلوه. هولا راينا مدينة، اولا اتو المونت، راه تعيط الكلش. المهم اللي ما عندوش رونا مدينة ميديا مدينة. كاين كلش، كاين الحلوى، كاين الفقاس، كاين كعب غزال، كاين كلش. وفا راه كتعيط الكرينا. اولا وفا، اولا نتمنى اخوتي هاد اللايف تبارطاجا ويجيو ناس اخرين. ويدخلوا لينا ويعملوا لينا لايك. يلا اخوتي لايك 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 لايك، سبسكرايب، لايك، استو بيانا سويو مكسيكو. Est-ce bien, soyo de Mexico.
Bienvenue Dorayana. Rayana, bienvenue. Bienvenue chez nous. Rayana, كتعيط لسمهان, hola, كتعيط لكسمهان. محسن نادية فينك رينا أولا محسن فن الضحك الله اخوتي بالي هذاك اللايك وقف ما بغاش قاعد يزيد قاع افكار وصفات Like, 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 like. Good like. مول العرس ميتك. مدخل لحد جديد ارون راني نشوف اختي سميرة هذاك الشيء راني نشوف يعني احنا الجروب ديالنا فيه شي 26 ولا 30 واحد ما كاينينش كلهم اسمها الحياة اليومية أم فاطمة نادية المهم أرون الحفلة مزيونة والله يا ربي تقبل لك والله أختي نادية بارك الله فيك شكرا ونتمنى إن شاء الله يدخلوا أصدقاء أخرين ويمكن من درتها يعني تروطار وما عرفتش يمكن على هذا الشيء انا كانوا عندي اصدقاء كنت ندخل عندهم بصح راني نشوف يعني اللي كنت كندخل عندهم ما جاني حتى واحد بهم قبل ما نتعرف على محسن وعلى انس فيهم غير وحده اللي راها يعني باقية معايا هي سمر ليالي تعرفت عليها في هذوك الحفلات اللي كنت نمشي لهم كاع كاملين ودابا ما راني نشوف حتى واحد بهم يعني بصح ماشي مشكل الدنيا هانية حتى انا قطعت ما بقيت نمشي حتى عند شي واحد يعني دابا غادي نمشي غير عند هذو اللي كيجيو عندي واللي كنشوفهم اون فاس ليا اديوس رينا اديوس اميغوس بوركيتو طلعوا على ظهرنا وي سفرا اختي سميرة هذاك الشيء اللي راني نشوف مي بان لي ما كان تا واحد قال لي كنت مشي عندهم ونورهم في الحفلة وندير لهم لومبيونس وما ماشي مشكل اولا رينا اولا 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 ميغو سينيوريتا
ودي دوماج يجيو غير يهضروا بالانجلي وبالاسبانيوليه واش بغيتوني نمشي نود المراه ديالي درك تهضر هي عندها 4 تاع اللغات ولا 5. سميرة حيت كنخدم مع اختي، خدمتي صعيبة. انا اختي ماشي انت يا اختي نادية، ماناش نهضروا عليك، انا نهضروا على واحد الجروب اللي قبل ما نتعرف عليكم كاملين. فاموس امكسيكو اميغو. فاموس امكسيك. انا معك خويا، انا عارف شيوات حسناء، ماشي انت يا اختي نوس. نصها يا آرون، خليتها تسلك الحريرة. غراسياس آرون، شوف الجور، شتي الجور آرون، شوف الجور، شتي الجور كيف كيتعاملوا داري شتك ودزت عندو كلشي. الناس فين موصلين وحنا تيمردوك ويجيكش على 3 الصباح. والله اخويا محسن وما تسلي خير. وانت يا راك هذوك الحفلات اللي كنت نمشي لهم انا في الاول، كنت كنشوفك وحتى انت كنت كدوز عندهم وكنشوف، راني نعقل على كلش والله العظيم اخويا محسن. وكنت نشوف دير الحفلات نتايا وكاع هذوك اللي كنت دوز عندهم، ما كنت نشوف بهم حتى واحد اخويا. وكنقول الصراحة، ماشي غادي نكذب ولا، انا دابا كاع هذوك اللي كنت عندهم حتى واحد ما كانش. هذا راني نشوف هنا كلشي، ما كان حتى واحد. فين هما اللي كنا نصبحوا معاهم ونعاونوهم ونوريو لهم سيستامات؟ وبشحال من واحد ورينا لهم في البريفي. المشكل راح الطلب الراني منين كيجيو الواحد ما كيعملوش معاهم مزيان ويمشيو. ديال العطارد قلت لي رينا يمكن انا عندهم 6 ديال الصباح عندها. اما كي تسمعيني اختي، راني علي الصوت ديالي، راني الصوت ديالي راني عليتو. انا ما نظن راكو تسمعوني مليح. دابا راكو تسمعوني؟ دابا عاد سمعناك اختي، راه قدام الميكرو، راني نهضر، كلشي راه قدامي. انا ما نظن راه كان. يلا بابي باباتي تصبحوا على خير، كنبغيكم كاملين. موفق ارون باي الجميع. الاخت نادية تصبحي على خير اختي. هي هذيك من المكسيك، هذيك رينا مكسيكو. سي مكسيكو، سي سي سي
Moyo est French, French. Paris. صباح الخير اختي نادية. صباح الخير اختي نادية. Por favor. واللي مزوجين يا ريت يقولوا بقينا بلا زواج. الأخت اسمها هانت. صباحي على خير أختي، نهارك زوين، ليلتك زوينة. نو نو كاسادا. المهم اخوتي، نتمنى يدخلوا ناس جداد، ونتمنى هذه الحفلة يعني من ما فيهاش الكاميرا ما امين اختي سمعان. شكرا بزاف، وحتى انت الله يجعل ربي يوفقك ويوصلك ما راكي تتمنى ان شاء الله. ومرحبا بك في اي حفلة نتاع الجروب ديالنا. مرحبا بك اختي على الراس والعين، انا معك اختي سمر كل يوم، واقول يا ريت ما تزوجت. ايه اختي هذا المكتب الزواج. عبتي راه حصلت في الاول. استغفر الله الغفور الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزي محسن، أنت أخي الصغير فلا تزعل، إن شاء الله ديما معكم حتى نوصلوا إن شاء الله. إن شاء الله أختي اسمها، مرحبا بك في أي وقت. راه قال لي غادي تدوز عنده القرعة إن شاء الله، يعمل لنا الحفلة ونجيو عنده بصدق، وإن شاء الله غادي نوصلوا جميعا. دابا راه نورمالمون كان انا عندي الحفله يعني جو سوايع، والاخت سميره، من الاخت سميره راها مريضه شويه، طلبوا معها بالشفاء، دعوا معها شويه. قال لي هنا يا خوتي دعوا مع الاخت سمر، ربي يشافيها ان شاء الله ويخلي لها وليداتها ام الدار ديالها. رينا يديدي فور يو، تزن اقسم برب الكعبة، نصيحة بلا الزواج، يا ريت ارجع للحرية مرة ثانية. هذا واجب اختي سميرة، واجب واجب. احنا من السلالة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خصنا ندعيو مع الواحد باش ربي يستجب للدعاء اللي كاع النية ديالو صافية. أمين أختي لينا، ويشافي جميع المسلمين إن شاء الله. والسبت نو رونالينا فين غابة. هذا راه خصها شي واحد اللي يهضر سبنيوليا ولا كدا يقدر
تقدري تشاتشي معاها، مي انا الله غالب ما كنعرفش نهضر سبنيولية ولا المكسيكية ولا كان لونجلي كنفهمو، كنفهم الانجليزية يعني هكا في الكمبيوتر، يعني لا بليبار تاع الكمبيوتر بالانجليزية كنفهم، يعني كنفهم هادشي نتاع لي لوجيسيال تكنولوجيا، بصح باش نهضر بيها صعيبة عليا. انا صراحة قايم بالواجب ولكن سمر يليق شعاده. محسن سي محمد، بس سي محمد بيكالتي 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 هذه خاصها زرواطة على الرأس، أش جابها عندنا كاملة العرب، باقي لينا غير أجانب. هذا أختي يمكن أنا كنت دخلت لواحد الحفلة ديالهم وجمعت منهم يعني شي وحدين، أنا كنت دخل عند الحفلات نتاع الأجنبيين ويمكن معها شافت اللايف وهي تدخل، شافت الحفلة وهي دخلت. Gracias, amiga, igual. No, tampoco tengo. No, tampoco tengo. كاع هكديك وصلنا نص الطريق وحبسنا. Muchas gracias, amiga. سمر الله يقلي رينا، قالت له نو، ودي قول له محسن، قول له ضرب 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 في اوروبا، واش داك انت المكسيكا وليدي تمشي تمايا. بيكالتي 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 او محسن، قول له يا صاحبي، قول له شوف، قول له شوف جيان تاع اوروبا ما في جيان تاع المكسيك، دواء خطر تما صاحبي. غراسياس اميكا. ميسي ميسي قلت ليك باغا الواتساب ولا الكلامونيت ولا التونك ولا التونكو. سي سي يوتيوب ما عندها والو، وش هي ديجا بعدا راها مرونة تمايا في المدينة ديالها. شي حاجة محل فيرلندا ولا أستراليا ولا شي حاجة قابضة. واه أرون، ذكريات كاتب مفورماتي على اتجاه واحد. قول لي مفورماتي على اتجاه واحد. ايوا ان شاء الله، الله يجعل ربي يجيب له شي بنت الحلال وتكون بهاد السيام هنايا، سواء فرنسا ولا بلجيكا ولا لا سويس ولا راه ما عندهم والو تما في هذيك الجهه تاع المكسيك، راهم غير بن عمي هذيك الجهه واعره كاع اودي. محمد راه والله هذيك الجهه غير فيها غير المكحله، فيها غير مكحلات لغة. لايف لوف، انت ما بتفهمي اللغة المغربية، انا بتكلم لغة مغربية الشرق، انا وبين الجزائر
شبر يعني في لي فرونتيير الفرونتيرا الجزائرية المغربية الليبية الصحراوية. قلت لك عندها 29 عام. لوف ليف، أنت مصرية ولا لبنانية ولا منيح؟ أنا كويتية. مرحبا بناس الكويت، يشرفنا بناس الكويت. كويتية يعني أنت أقرب من السعودية والإمارات، ومشرفين بناس الكويت. سمر قولي لأرون يحيد ليه الكلامونيت باش رينا ما يبقاش يبان ليها. مرحبا بأهل الكويت، أحسن ناس والله. مرحبا بناس الكويت. تسلم تسلم أيديك يا أختي. لوف لايف. يعني أنت ما بتفهمي اللغة المغربية. اللغة المغربية صعبة شوية، بس مش كي اللغة المصرية واللبنانية. أنا بحب، والله بحب كتير اللغة اللبنانية، بعشقها. مي دوماج ما عندنا في لبناني. أنا كنت عايش قبل ما أتزوج، كنت عايش مع ناس لبنانيين وعجبتني لغتهم اللبنانية، يعني كويسة. الله يسلمك لوف، أكيد ممكن نحكي معاك لأن بنحكي كل لهجات. نعم يا أخت لوف لايف، هناك ناس يحكوا لغات كتير، يعني هم مغاربة بس متعودين على كل اللغات. وأنا بنعتذر، يعني ما بحكي كتير لغات يعني عربي، بس أنا نحكي فرنسي كويس، وبحكي يعني مغربي. وهلا بأعمل يعني مجهود يعني أعمل مجهود شوية باش تفهميني. أنا أعرف اللهجة المصرية والسورية واللبنانية، وعندي أصحاب لبنانيين، وأعرف إنجليزي بس مغربي وتونسي وجزائري. صح، لوفليف مغربي وجزائري وتونسي صعب كتير. مش صعب، بس احنا لغتنا مش عربي، احنا دارجة، يعني احنا نهضرو خفيف. انت بتحكي لغة يعني زي اللبنانيين، زي السوريين، الكويتيين. بجد والله يا ود محسن، صايع جد. حسناء تخلطت، حسناء تخليطة. أميغو نيكيرو إلى مرويكوس. أميغو نو كيري إلى مرويكوس. بوركيتو ريانا مرويكوس. بيانوس. أرون حيد الكلامونيت. علاش أختي نحيد له الكلامونيت؟ لا لا، ماشي مشكل، خليها. احنا دائما عندنا الكلامونيت. بيونس تينغو أميغو دو مرويكوس كو
طرابنجا ان اسبانا. ماروكينو رينا مدينة. ماروكينو بارلا ايطاليانو فاسيليتو. هادي قال واحد السيد فقعني بالضحك، قال لهم ماروكينو بارلا ايطاليانو فاسيليتو، يعني فاسيل. سي، يو هابلا اسبانيولا، يو هابلا ايطاليانو. نسمة شانيل، مرحبا يا أختي، مرحبا بك يا أختي على قناة أرون زبيري. نو بروبلامو سيكيرو كومينغو إيرو بيان فيندو. مرحبا نسمة، مرحبا يا أختي، مرحبا عند القناة أرون زبيري. أديوس. وردتك راحتها كتفتح الشهية. نسمة يحيى هدت لك وردة. الأخت نسمة على ما أظن أنت من تونس ولا مغربية ولا رينا مدينة. بوركيتو أديوس بور فافوري. أخوتي أخوتي، نسمة شانيل سمار ليالي. لا أخويا مغربية. مرحبا أختي بنت بلادي، وشحال كيعجبوني في الحفلة البنات بلادي، الأخوات الإخوان، ويعني حتى اللي مش يعني ود البلاد ولا. مرحبا جميعا. جاتك نسمة، جاتك أختي نسمة سمر الليالي، راه قالت لك جاتك. ديجيكاس، لا تنسوا البصمة يا جماعة، وردوا لينا بيكالتي. راهي كلكم الأخ محسن، لا تنسوا البصمة يا جماعة، وردوا لينا بيكالتي بيكالتي بيكالتي. سي محمد، أو شومبرير غادي يتفرقع، شومبرير غادي يتفرقع. ادي لها محسن، والله محسن إلا كدير الحفلة نتايا حق الله العظيم إلا نبقى غير نضحك، إلا كضحكني. أنا دي فوا كنصيفط لك شي تعاليق، مي ما دي فوا ما كتشوفهمش. هاد الكلام وني طاقتي باش ينفع، كينفع. حنا دابا سمر ليالي ومحسن وذكريات، هادو حنايا عندنا واحد الجروب، وهذاك الجروب يعني محسن هو اللي راه نضمو، وحنايا الادمين ديالو. يعني حنايا من يكون شيء محظور، كينبهك كيقول لك اختي نسمة راكي كتبتي شيء محظور، ولا شي واحد ما يكون في الجروب يعني يكون يهضر بكلام تافه، يعني يبقى يحكي كلام مش كويس، ولا ممكن هما يقلعوه كاع من الجدرة ديالو، يحيدوا له الجدرة من هاد الجروب. والا اختي هادشي اللي اجي انا درت لهم الكلامونيت، لحقاش انا كي نكون عند الاخ محسن داير لي الكلامونيت، كنحضي معاه شي واحد، المهم شي واحد كتب شي حاجه، ولا كنبهو كنقول له خويا مسح هذاك الميساج، راك عملت حاجه ماشي. ذكريات كاتب كيداوي على بومزوي.
تصبحوا على خير خوتي، تصبحي على خير أفكار وصفات أختي. شكرا كثيرا على حضورك في قناة أرون زبيري، وإن شاء الله اليوم اللي بتعملي حفلتك أنا معاك. استأذن أخي أرون، عندنا الساعة الثالثة فجرا لايف لوف. شكرا يا أختي الغالية، شكرا كثيرا، ومرحبا بك في أي وقت على الجروب اللي احنا عاملينه، ونورتينا في الحفلة. وأتمنى لو كانوا عندك أصدقاء، احنا بنعمل حفلات مع الاخ محسن والاخت سمر والاخ اناس، ونتمنى يجيو ينورونا ونجيو ننوروهم. شكون انا في الضحك؟ لاني سالت عليك وما رديتي، وراك يسول عليك اختي نسمة، وراه فنضحك هو محسن، والأخ محسن هو شاف شونتي، وإحنا شاف ديكيب. نسمة أنت من أي مدينة؟ أنا معشت نسمة، صحب لي كان واحد القناة تونسية سميتها نسمة. عندي أصدقاء كثير من مصر إن شاء الله أخي أرون، إن شاء الله أختي لايف لايف. مرحبا بأصدقائك وقناتي، تعرفينها الآن أرون زبيري، هي بالفرنسية بس هي يعني بتعني مغربي، ويعني بس أنا ما كتبتها بعربي لأني عايش على فرنسا منذ طفولتي، لهذا الشيء أكتبها بالفرنسي. عندي أصدقاء فرنسيين يعني أجانب. سمر وي، حطيتي اللايف ديالك أرون عند الفيلم المنتدى، نسمح وي خويا، ذكريات كاتب سمر، حطت الحفلة يمكن عندها. واه ندخل، ولكن اختي نسمة الشروط احنا ديالنا. تصبحوا على خير جميعا واحلام سعيدة ان شاء الله. سلام، تصبحي على خير يا اختي لوف لايف، احلام سعيدة، وبتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مسيرتك. سمر لا يعني نسكن في سيدي سليمان. نسمع أختي سيدي سليمان ديال من تاع بركان ولا نتاع الغرب؟ الله يحفظك خويا أرون، الله يحفظك خويا أناس ويعزك. راك عزيز انت والاخ محسن والاخت سمار والاخوان اللي مازال ما تعرفتش عليهم. سيدي سليمان ديال بركان، ايوا اختي راكي جارتي، انا نسكن في سيدي سليمان، يعني انا كنت نسكن في الوداديه بصح انا مزداد بسيدي سليمان. مجيت لونتيسمون تاع بونوار، يعني قريب لواحد الجرده تمايا، قريبا واحد الجردة، وكاين واحد البيرو بيخلصوا به، يعني كيخلصوا فيه الموضوع. الله يحفظك اخويا اناس ومحسن، غادي نضرب عندكم شي دور. انا ما ديش تعرف حتى شي نهار غادي نخلط على محسن، غادي ان شاء الله غادي نشوف الى هاد الصفه هبط، غادي نهبط معايا باللوطو ان شاء الله،
غادي نشري واحد اللوتو وغادي نهبط وغادي ضروري خاصني نخرج شويه لحقاش المرا ديالي ماشي مغربيه وماشي عربيه، خصني ضروري نوري لها المغرب، هي عمرو ما مشات للمغرب، وخصني ضروري نطلع بهذيك الشوايه وان شاء الله ونجي بجهتكم ونمشيو ونحوسو ان شاء الله. نسمع اختي، راني قلت لك يمكن ما سمعتينيش، انا كنسكن في سيدي سليمان، انا زدت في سيدي سليمان وكنسكن في سيدي سليمان ومجيت لونتيسمون تاع بونوار لتحت شويه، وهذيك الطريق اللي طلع لتزاغين يعني كاينه واحد الطريقه تهودي من تما باش تهودي لونتيسمون قبل ما توصلي لونتيسمون تاع بونوار، راه جايه على اليمين كاينه واحد الجريده تما وكاين واحد البيرو كيخلصوا فيه الماء والضو، انا يعني غير بهذيك الجهه كاين واحد لاصال يمكن لاصال نتاع التيكواندو ولا ايوا، انا كنسكن غير تما اختي. بصح انا يا ما كبرت تما اختي، انا يا جيت صغير على الديار الفرنسيه، من الحمد لله انا عرفت نهضر عربيه مخير وبركاني حر وتحياتي للناس بركان وناس سيدي قاسم وناس قنيطرة، وديديكاس لخويا أناس والخويا محسن والأخت سمر. راكي مسخوطة وكان غير كنتي هنا نعطيك التبويخة. ام حسين وجد لينا شي معجون. والله اخويا ام حسين حتى نجي كاع ما تخممش، انا قلت لك النمره ديالك عندي ان شاء الله كي نهبط للبلاد غادي نهز المدام ديالي والولد ديالي ان شاء الله، وغادي نجي مجيتكم وغادي نفوت معاكم نهارات زوين ان شاء الله. بغيت نحوس المغرب شويه فهمت، حقاش انا كنعرف بركان عارف الجوايه نتاعنا يعني، بصح باش نطلع يعني البلايص لهي الفوق من فاس وطلع ما كنعرفش مليح، ديجا جيت تمايا بصح ما نعرفش يعني المدن. نسمع خويا محسن، نسمع راه دوموندي على الشروط الاخت نسمة، الشروط هما حنا دايرين واحد الجروب في الواتساب وفيه الاخوان والاخوات، والشروط ديالنا ماشي شروط يعني بزز ولا يعني، حنا الله يحفظك خويا محسن يكبر بك تكبر بك ان شاء الله العز والرضا. والاخت نسمة احنا عندنا جروب ان شاء الله رانا نجمع واحد الجروب ورانا درنا القرعة، واللي خرجت فيه غادي يدخلوا عنده ويشوفوا له جوج تاع الفيديوهات ديالو، وإلى عمل الحفلة نمشيو عنده جميع ونعملوا معاه بصدق، وباش نكملوا هاد الشروط اللي راهم عاطينا هاد اليويو من نكونوا جماعة كلشي نكملوه. خويا أرون نسمع شروط الجروب، محسن علام صاحبك شوية مرحبا بك خويا ارون، والله راك صاحبنا صاحب. والله خويا محسن راني قلتها لك هذيك النهار، انا من هبط للبلاد ان شاء الله نفوت ندوز واحد السيمانه مع
الوالدة، الوالدة ديالي لحقاش بقات ليا غير الوالدة تما. الوالد ديالي توفى مسكين الله يرحمه برحمة الله، بقات ليا غير الوالدة، وغادي نجيبها هنا إن شاء الله، وغادي ندوز معاها شي يامات لحقاش يكونوا تما خوتها وخواتاتها، يعني كل شيء هنايا، كل شيء عايش هنايا. ما عنديش انا العائلة في البلاد، ما عنديش لا فامي كاع في البلاد، انا كل شيء عائلتي هنا، وإن شاء الله نجي من جهتكم. ذكريات اخويا، راه تا سميرة قلبها كبير، راه تا هي راه غير كتضحك. نسمة أحلى وردة زرعتها عندك. نسمة داري التي في راه جات عندك أختي نسمة، وإلا ما فهمتيش أختي راه كاين الجروب، مرحبا بيك، نصيفطو لك النمرة ودخلي معنا في الجروب، ورغم الإخوان مرة كنهضر أنا، مرة كيهضر محسن، مرة كتهضر الأخت سمر. الأخت داري تي في راه ردت عليك نسمة، راه عملت معاك المصداقية. محسن خويا بيكالتي بيكالتي بيكالتي. سي محمد هارون خويا، انا غنخليك خويا، رعيت بالشقة والدراري كيمشيو المدرسة. اختي شهوات حسناء، ميرسي بوكو، شكرا على حضورك الى حفلة ارون، ومرحبا بك اختي، وان شاء الله يوصل الدور ديالك، يعني الدور ديالك، احنا معاك في حفلتك ان شاء الله، بس نتبعوا غير القرعة اللي عندنا احنا في الجروب. فنضحك ناس ما شروط، انا نكون مع صحاب الحفلة وكنديروا القرعة ونزلوا زوج ديال القنوات في الجروب، كنديروا لهم مشاهدة وتعليق، وكنحضروا الحفلات ديال بعضنا. هذا الشيء اللي كاين، وكما قال لك الاخت نسمة راه ما عندناش حنايا شروط، يعني اللي يعني كومبليكي، ما عندناش حنا داك الشيء، حنايا نبغيو الواحد يكون صادق، سواء ولد ولا بنت ماشي مشكل، حنا اخوان وخوت عند الله، وكنخدموا بالنية ديالنا، واللي خدم شي حاجة ماشي بالنية ديالو راه هذاك الشيء بينه وبين الله، انا ما غادي نحاسب حتى واحد، واللي يخدم بصدق وبالنية ديالو راه يوصل اخوتي. هادي راه ديروها من عندي غارانتي 100%. انا سير الله يعطيك، فاش تلهى يا ربي وانت حاط عليا. واخويا انا السميرة يمكن راه غير كضحك معاك، سميرة عندها قلب كبير. ميلانو بوينو، اوكي دخلني واخا، انا باقي محيت حتى شي فيديو، حيت حليت هذه جديدة، مشات لي قديمة كان فيها بزاف ديال الفيديو. ماشي مشكلة اختي، دخلي معنا واخا ما عندك والو، غادي توصلي ان شاء الله. حضر مع آرون، بغات حياة اليومية أخي. وأختي حياة اليومية شنو قلتي؟ علاش ما كيجاوبنيش الأخي؟ والله أختي اسمحي لي، راني كنشوف، راني نشوف التعاليق راهم يطلعوا، وانا عندي جوج تاع ليكرون، راني نشوف مرة هنا مرة لهيه، ونعتذر على إذا خليتي ليا شي سؤال ولا ممكن تعاوديه. باش حياة اليومية
حتى تعيط لك ناس اسمها شانيل ام فاطمه ناس اسمها هو النمره اختي راح حطها لك محسن كتبدي بالجهه الاخرى المهم راح حطها لك ممكن والله والله الله رديتيني انا اللي ظالم تنسى ما فيكم امل انتي هدي ذكريات صافي سجلتها اوكي اختي مرحبا بك في الجروب وغادي تدخلي الجروب ان شاء الله تقلبي غير على هاد النمره اللي عطاك محسن الاخ محسن وغادي الحياه من الصباح كنهضر واختي والله سمحي لي ما ديهاش مني من قلة الصواب راني والله ما شت يعني كيما قلت لك وممكن ترجع لي الميساج ديالك باش نشوف شنو قلتي ونجاوبك على السؤال ديالك سمحوا لي اخوتي راني كنقروز في العربيه شويه والله بشي مرات كتجي نقولها بي سي دي واش انا نعرف نهضر العربيه وكنقروز الاخ يحيى ما نظنش راه معانا يمكن عنده مشكل نتاع لا كونيكسيون نسمع الحياه اليوميه ام فاطمه نسمع اختي راه تعيط عليك ميلانو بوينو ميلانو بوينو ايطاليانو فيرو ناشاتي مي كانتاري كيعجبني هاد الديسك نتاع ميلانو والله خير سمر والله غير حافظ نسمع غلط نسمع غلطت علاش اخويا محسن غلطت نسمع اختي اللي راك معنا راه محسن اب ولادي سبعة واختي فاطمة راه محسن اب ولادي سبعة والميلانو بوينو محسن راه اب ولادي سبعة اختي انا ما عنديش الخبر محسن محسن ما نظنش يكون عنده سبعة لحقاش تا هو كيبان غير جون نسمع اختي الى راكي معنا هنايا راه قال لك محسن نسمع غلط نسمع راه غلطت ها هي راه غلطت ها هي وراه يمكن راه هي مشات خرجت باش تمركيها يمكن الاخ محسن ونتمنى تكون هنايا نسمع باش تاخذها يعني صحيح عجبتك هاد الديسك يا سميرة انا سمعتي هذاك الديسك اللي درتو ولا ما سمعتيش غادي ندير لكم واحد لاز ترويخ اخر خدمتو وهذاك اللي خدمتو هذاك اللي وريتو لكم هذيك النهار راني خصو شويه الخدمه اختي باش غادي نديرو ديريكت انا ما بغيتش ندير شي حاجه نبقى غير نزروط فيها صيفط لك ميساج اخضر نسمع شانال الاخ محسن قالت لك راني صيفط لك في الميساج الاخضر حياه اليوم يا راه نكرني وا ياه اختي نكرك وعلاش اختي نكرك علاه اودي وعلاها محسن نكرتها وعلاه حيت خويا كيغنيه بزاف ميلانو مرتي تانية ميلانو محسن كيقول لكم ميلانو مرتي الثانية اخويا محسن هارون عندي العشق بزاف واحد من حيت انت قلبك زوين اخويا محسن علاش الناس كيبغيوك محسن بيكالتي سمر سمر ما اروح احضر لحفلتك
قلت لك نسمة داير القبول، انت فقيه. نسمة محسن داير القبول عند سواسة. سميت لاشان ديالك زوينة نسمة، يعني كيما هذيك نسمة تي في. اش ما درتيش نسمة تي في؟ حسين اخويا بغيت نسولك على مول العصير محمد اللي كاتب بالفرنسي، وما ما بقاش جايب انا كاع. نهار اللي قال راه تفاعلت ليا القناة ديالي ما بقاش نشوفه كاع، حقاش هو اللي كان داخل بمول العصير. نسمع خوك عليه سعد المجرد انا. انت معلم. مشى ليه الصوت؟ طب اش غادي نغني لكم؟ مشى ليه الصوت؟ انا عندي الجيش ديالي يحضر بلا ما تحضر، احضر يا جيش سميرة، احضر يا جيش وعليك الامان قارع. هذه زوينة، هذه قارع، شحال ما سمعتها. ناريك فيهم كاملين راه وصل، الله يحفظنا وصل. واخويا محسن والله مول العصير ما بقاش كاع يبان كاع. النهار اللي شتو داير واحد الاخر قال بالله ما راه تفاعلت له القناة ديالو، النهار اللي قال لك راه ما بغاش المنتدى، ولا كان يهضر على المنتدى تما، ما زدتش شتو. والله اخويا محسن الجروب اللي راه معانا خاصنا ضروري غادي دير واحد الحفلة ان شاء الله، وغادي تهضر معاهم جميع. اللي يخدم المصداقية اخويا مرحبا به، واللي ما يخدمش المصداقية اخويا ما عندنا ما نديرو به. وشنو هو خاصنا؟ انا غير هاد النهار يعني درتو معطل بصح، خص ضروري الكاع اللي معانا خص يكون في الحفلة. ذكريات أرون شحال دخل، أرون شحال دخل عندك من الواحد في الرابط اللي لحت. والله اختي ما دخلوش عندي بزاف. احنا شحال عندنا في الجروب كاع 30 واحد، ما نظنش وصلني كاع هذاك الشيء، ما نظنش اختي ما نظنش. والله اخويا محسن انا كنهضر معاك ما دخلوش عندي كاملين، دخلوا عندي شي وحدين اللي يعني اللي كنشوفوهم، بحال نادية، بحال هذيك اللي كانت دايرة هذاك الفيديو على هذاك الشيء نتاع لا ميديسين اي تو. مي خويا يحيى دخل عندي، المهم دخلوا عندي شي وحدين بصح ماشي كاملين تاع الجروب. وتا الاخت سمر قالت لك يعني كيف كيف، يعني شوف حنا غادي نديرو غادي نفلتريو، تعرف شنو نفلتريو اخويا محسن؟ غادي نفلتريو وغادي نخدمو غير مع الناس اللي كيخدمو معانا ونخدمو معاهم. وغادي نديرو واحد، شوف غادي نديرو واحد سيستم زين، غادي نفلتريو مليح، نعطيو سيمانة ونشوفو واش اللي يجي واللي ما يجيش. وغادي
اللي فات سيمانه وجا باش يولي وبقى يطلب السماح ولا نقول لك الصراحه ما غاديش نعقل عليه. فهمتني؟ باش نبقاو نعرفو مع من نخدمو باش حتى حنايا باش حتى انا غادي نهضر مع شي دراري يعني واخا هما اجنبيين ولا غادي نهضر معاهم يبقاو يدخلوا معنا واخا غير يبقاو غير يشوفونا لي فيديو يبقاو يخليونا التعاليق واخا بالفرونسي ولا ماشي مشكل. المهم انا نبغيو اللي يخدموا معنا بمصداقيه واختي حياة اليومية أم فاطمة. وهذاك الشيء اللي راني كون كنهضر الأخ محسن غادي نبقاو نفلتري وغادي نديرو الغربال. تعرف شنو هو الغربال؟ غادي نغربلو كاع اللي ما يدخل غير باش يعني فيه غير الهضرة وفيهم غير كدا، هادوك هما غادي نغربلوهم وغادي نخليو معنا غير اللي يخدمو المصداقية، وغادي يجيو ناس أخرين اللي فيهم مصداقية إن شاء الله. وحنا بغينا نخدمو غير مع الناس اللي معاهم المصداقية، اللي يعني يخدمو بالنية ديالهم باش نوصلو ونوصلو كاع جميع، ماشي نخدمو مع اللي يكذب غير على راسو. هذاك راه يكذب غير على راسو، راه ما يكذبش علينا، حنا ما عندنا ما نديرو بهذاك الشيء. واختي هذوك اللي محساتين غادي يجيبوها غير فراسهم. انا ما كذبش عليك، انا والله كنخدم بالنيه ديالي صافيه. هيا قبيله الاخت سمر حطت اللين ديالها، وخديجة انا كنت شفت لها هذوك لي فيديو ديالها، ما نقري شفت لها وليت عاود شفتهم يعني درت، وخا ما خليت لهاش تعليق ولا مي شفت لها الاخر، وديجا كنت خليت لها تعليق عليها. اذا عشان ندوز غدا الحساب ان شاء الله. خويا محسن هذاك الشيء اللي بغيتك دير، واحد الحفله باش نصافي باش غادي نهضروا. شو انا بغيتك والله الصراحه، خذ راحتك يعني، قول اللي حب الخاطر ديالك وشنو هو. بغيناك حتى نكونوا محاضرين حنايا وغادي تهضر يعني على، فهمتني يعني هاد الحفله ديرها يعني ما فيها ماشي نتاع الضحك ولا يعني ماشي بيناتنا، يعني بيناتنا رانا متفاهمين كنضحكوا وكان بغيتك صافي الغربال كيما نقولوا الفلتراج اللي معنا يبقى معنا، واللي ماشي معنا خويا الله يسهل عليه. واخا شو اللي بغى يحضر الحفله مرحبا به ماشي مشكل، بصح اللي يقول لك انا معاكم في الجروب وما كاينش قول له خويا غير اسمح لنا مرحبا بك في الحفله، اي حفله دخل ولا خرج ولا دير اللي بغيت، بصح ما تخدمش معنا. اختي نسمة تصبحي على خير وميرسي بوكو على الحضور ديالك، نورتينا البت ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والاخ محسن راه عطاك النيميرو ونتمنى اختي تكوني معنا في الجروب ان شاء الله، ونعملوا معك المصداقيه ونعاونوك ان شاء الله، ونعاونوك بالعصافير. راه كاين واحد الجيش ما تعرفيش من طرف الاخت سمر ليالي ومن طرف الاخ محسن، غادي ان شاء الله غادي يدوزوا عندك وغادي نعطيوك السماوات ديالهم، تخلي لهم غير تعاليق وهما غادي يديروا الواجب. وبعد وبعدها فهموني القصة نتاع الجارة جروب
جديد راني نفهمه ولا واحد. كانوا عندي شي ناس اختي سمر ولا ما فهمت شنو هو القصد ديالك على هذا، ممكن توضحي لي؟ نسمع تصبحي على خير ان شاء الله. اختي نسمة مرحبا بك اختي، راكي بنت البلاد ديالي وبنت يا بلاد كاع الاخوان اللي راكو هنايا، ومرحبا بك اختي. وغادي غادي نفهموك في غادي ندخلوك معنا في الجروب، وغادي ان شاء الله تبقاي تسمعي الاوديوات وغادي تفهمي مليح. ضروري اختي ام فاطمة سمر راها قارية تبارك الله، وراها تعرف شنو راها دير، لذلك درناها معنا وهي راها تعرف شنو يدور ما بين الادمين. ماشي مشكل، هذاك اللي دار الجروب وجديدة وسرق الأعضاء من عندنا ماشي مشكل. هذا كراني قلت لمحسن قبيلات لو أريد، يعني أنا وكان نبغي ندخل له السيستم ديالو ونحيد له كاع هذاك الشيء ديالو وهذيك القناة ديالو نسدها له، أنا من دابا نديرها وندخل له ونحيد له كل شيء وما غادي يفهم والو. واش تا هو حنايا ولاد الناس وما كنديروش هذوك الصوالح، انا كنت نديرهم من قبل ماشي ما كنتش قاعد باليوتيوب ولا انا كنت حاجه اخرى. وكان بغيو نديروا هذاك التهكير راه ساهل، عندي كل شيء، عندي كل جميع انواع اللوجيسيالات راهم عندي هنا باش ندخل ونقلع له كاع الجروب، نقلع له القناه ديالو باللي حاله ما عمره ما يشوف فيها. ماشي مشكل، اللي يدخل عنده خليه الله يسهل عليه، وحنا الله يسهل علينا. الشعب الجزائر ها هو جا. ودابا انت يا ضيبة درك وشنو دا وشنو داخل دي عندنا؟ انا بغيت غير نعرف الشعب الجزائري لقيتو فينا تهضرو، شكون اللي يهضر فيك انت وشكون انت قاع؟ والله شكون انت باش غادي نهضرو فيك؟ ماشي صحاب من تبرهاش مش صحاب من تبرهاش خويا، شنو القصد ديالك وشنو؟ وشنو القصد ديالك؟ مش اصحاب من تبرهيش خويا، ورا قاع هادو اللي معاك راه ماشي من تبرهيش، هادو راهم غير الناس المصداقية وعارفين شنو كيديروا وفايتيننا في هاد الصوالح. وشكون انت كاع باش ورا؟ فازي انا هضرت فيك وشنو كاين؟ فازي كاع نديرو كاع انا هضرت فيك وشنو كاين كاع؟ يعني وشنو هو السبب؟ انا دخلت عندك على غفلة ولقيتك تهضر فيا،
دابا شنو دابا بغيت نعرف غير انت على مراك الدور، انت ديجا داخل معانا عند الحفلة تاع تاع السي محسن وما فهمتش انا السيستم ديالك يعني وشنو صرا، ودابا تدخل وتقول لي يا زعما لقيتك تهضر فيا، وشكون اللي قال لك كنت نهضر فيك انا؟ ويلي دخلتي لقينا كنهضروا فيك واش بصح؟ راك عارف علاش نهضرو ظهرك غادي نهضرو ليك حتى في وجهك ماشي مشكل. شوف الاخ محسن راه قال لك صراحة، محسن انا مازال صغير محسن انا مازال صغير مسار مسير عليك معلم شنو هاد الجواب؟ غادي نصبر غادي نضرب عليك نتايا. شوف اخويا غادي نقولك واحد الهضره، شفت كاع هاد الناس اللي راهم هنايا ما هضروا حتى في شي واحد، حنايا كنهضروا في بنادم اللي يدخل لي توشينا وما نهضروش. انا راه ما كنهضرش، انا كون بغي نهضر غادي نخلي ما نخلي ما نقول، بصح انا الهضره ماشي هنا ماشي في الميكرو، الهضره في صندوق العجب. اش راني نقول لك؟ خلي راسك ترونكيل اخويا، ويلا عندك شي مسيره الله يسهل عليك والله يعاونك، واللي مشى معاك الله يسهل عليه، وراه ما بغيناش نديرو شي حاجه اللي هي غادي بلا ما نهضر. المهم تسير الله يسهل عليك اخويا. ولا غادي نسيفتوك للجيش نتاع عمر بصح، خلينا حنا ماشي بدوك الناس نتاع
الناس اللي جاوا خويا ارم معليش اخويا انا صغير خليه ماشي مشكل خلينا نزيدو اللي قال لك راكو تهضرو فيا خلينا نهضرو فيه في وجهه ديالك حنا ما كنهضروش في الظهر ولاد السوق الاربعه انت عورتي انت عورتي لي عينيها ولكن المشكله زهرك خايب رديتها معانا ولكن هانيه كيف قلت لك انت مازال صغير هانية باقي تتعلم انا نشوف هذاك السيستم ديالو اوه المفتاح اي 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 والمشكلة ادخلها بلا سلام لا كلام ادخلها راكو تهضرو فيا شكون انت باش غادي نهضرو فيك شكون انت ايه الفيس ولا اينشتاين ولا لا ما عندي والله اخويا محسن ما كتبش عليك انا فيها ما دروك ديالو السيستم ديالو ولكن ثاني احنا ماشي ولاد الحرام فهمتني انا بغيت نعرف غير وشنو هو الخطأ اللي دار ودخلها يعني لا سلام لا كلام راكو تهضروا فيا هادشي اللي بغيت نعرف خاوة انت دخلت على غفلة لقيتك تهضر فيا شكون اللي قالك كنت نهضر فيك الخاوة نهضر فيك فوقاش اليوم ولا البارح ولا غدا ولا لا لا قامت تخدموش معاه الكلام ولد لا لا قاع ما تخدموش معاه الكلام ونيت غير خليه راه داير فيديو الشاب الجزائري شنو سميتك انا ولد قنيطرة ماشي سيدي قاسم ها واحد وزوج سيدي قاسم اصلي المهم دابا شنو كنا نهضروا فيك ما مازال ما فهمتكش وضح السؤال ديالك وضح يعني كون بارازاغ دخلت لقيتنا نهضروا فيك سما كاع هذوك السوايع حنا من قبيل هذو حنا نبلبلوا وقرينا حزب وبقينا غير انت نهضرو فيك ريتا بابيو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك الأخت هادي
هذه مسكينة دارت لي تعاليق ونورتني، وبارك الله فيك بيو. زعما الصراحة عندها قناة زوينة وكتعجبني القناة ديالها، وإنسانة صادقة هذه، وخا ما نعرفهاش مليح مي إنسانة صادقة وكدير الصدق. سيدي قاسم، بلاد الرجال بلا ما نفسر غادي نخسر. ورا المغاربة كاع ترحب بك. شنا خويا، شكرا بزاف. لا شكرا يا اختي، والله من دخلتي وعقلت العالم اللي دايرها في القناة ديالك، وعرفت بانما تعملي الواجب وعارف وشنو كاين، وقناة ديالك زوينة بزاف. ومرحبا بك اختي، راكي في الجروب نتاع محسن وانس والاخت سميرة والاخ، انا هو يعني ارون زبيري. مرحبا بك اختي في اي وقت، ونتمنى حتى انت تكوني يمكن انت من الجروب ديالنا على ما اظن، وما اعرفش واش انت من الجروب ولا. المهم الأخت أم فاطمة بيو راها إنسانة صادقة، قاع ما تخميش، غير عيطي لها وهي غادي تجيك وتعمل معاك الواجب أختي. راه أنا شتها وجات عندي ودارت معايا وخلت لي تعاليق زعما الصراحة. وهذاك اللي كنا نهضروا فيه، احنا راه ماشي ولاد الحرام، الشعب الجزائري احنا راه ولاد الناس، فهمتينا ولا ما فهمتيش الخوا؟ على هذاك الشيء ما بغيناش نخدمه معاك، هذاك الشيء اللي ماشي هو خاصو يتخدم. وما عندناش الوقت باش غادي نهضروا فيك، هادي خاصك ديرها في عقلك. انا كون بغيت نهضر فيك، ما غاديش نهضر فيك من بالميكرو، غادي نهضر فيك ديريكت وغادي نحيدك كاع من الجدرة كاع. خير له، روح اخويا دبر على راسك وروح، الله يسهل عليك. وانا الا عندي شي حاجة نقولها لك في الوجه، ماشي غادي ندس بيك ولا نخاف بيك، ولا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا راك هنا تسمع، ماشي مشكل، سمع اخويا، احنا هادو الناس اللي راك تهضر معاهم، هادو الناس المصداقية. داكشي علاش عطاوك، ماشي مشكل. المهم اخي ارون، انا ما هضرتش فيك، انا راني قلت لك كون نبغي نهضر فيك ما غاديش نهضر فيك بالميكرو هكا، ماشي مشكل. كيفاش غادي نقول لك السلام اخويا الا شتني نهضر فيك؟ غير روح، الله يسهل عليك اخويا، غير روح، فهمتني؟ أم عماد، وعليكم السلام أم عماد، مرحبا، فرحتينا ورحبتينا، ونتمنى تعملي لي لايك، الإخوان اللي دخلوا معنا يعملون لا لايك باش تطلعوا لنا شوية في الحفلة. أم فاطمة مرحبا، أم عماد مرحبا،
اللي يدخل جديد يعمل لايك باش اللايف يطلع زوين. وعلى ما اظن راني الأخت أم عماد كتقول الفن الضحك راك عندي. أم عماد أحلى وردة زرعتها عندك داري تي في. أم عماد راه كتقول لك بأنما زرعت وردة عندك. كتقول لك بيو انا مشيت عندك اسمحوا لي مانيش نهضر بجهد لحقاش الزوجة ديالي راها تنام والولد صغير ينام وما بغيش نهضر يعني بصوت مرتفع. أطلب منكم الاعتذار حياتي اليومية عندي من زمان. راني عارف أختي سميرة كتسمعوني. أم فاطمة حياتي اليومية أم فاطمة تصبحوا على خير خاص صغير محسن صغير محسن بارك الله فيك ميلانو بوينو شرفتينا بحضورك أختي بارك الله فيك وليلة ليلة سعيدة وأحلام. أرون لعيتي روح ترتاح خويا. لا خويا محسن واحد شوية ونمشي ماشي أنا اللي مرانيش عيان. الله يخليك لي يا ربي وتشوف كما بغيتي يا ربي إن شاء الله. صبحي على خير أم فاطمة تصبحي على خير أم فاطمة. نزيد واحد شويه خويا محسن راها دابا راه عندنا الزوج وستة وخمسين نزيد واحد شويه. تمازيغ السلام عليكم اخواني انا مغربي معاكم. وعليكم السلام الاخ تمازيغ مرحبا. لا احنا مغاربه يا اختي احنا مغاربه وجزائريين وكل تمازيغ مرحبا بيك نورتينا ونتمنى تعملي لنا لايك باش يطلع هاد اللايف اللي دخلوا معنا جداد اخوتي الله يحفظكم اعملوا لنا لايك باش البت باش ما يحيدوناش هاد البت. نوره تمازيغت ام عماد كتعيط على تمازيغ. تمازيغ نتمنى تعملني لنا لايك. اقرا رسالتي مزيان اش من امازيغ تمازيغن ها وانا ما قلتش مغربي قلت مغربيه يلا صحح وندير البصمه. تمازيغن سي صح تمازيغين اقرا رسالتي مزيان اش من امازيغ تمازيغين وانا ما قلتش مغربي قلت مغربيه يلا صحح وندير البسمة. مرحبا بك أختي تمازيغين
وخا قريناها غلط نعتذر. انا كما قلت للاخوان انا ما نعرفش نقرا مليح العربي، بس الحمد لله بتكلم كي مازيغين سي صا. فوالا فوالا تي مازيغين سمية زوينة تي مازيغين. شكرا على البصمة تي مازيغين. الزول السيورة مازيغ كتعس بزاف الأخت تيمازيغين. مرحبا أختي، مرحبا مرحبا بيك على قناة أرون زبيري. قولوا السلام عليكم. وعليكم السلام. قولوا لك، قلنا لك السلام أختي، وقلنا لك احنا ما بنهضروا يعني الشلح شلحات المازيغين. تيمازيغين او تون مش وسغيد غرام اراحت غري غريشة تيمازيغين. تشيك تشيك من يتزدغ نتش نتش خامس التاريخين نس النظرة الثورة شوية شوية وها تشيك تشيك من السنة الرشيدية. السنة الرشيدية نش خميس النهضة السيارة المازيغ تاريفيت. أهلا بناس الرشيدية، مرحبا بناس رشيدية. عندي صديقي من الرشيدية هو لجدام من درك الملكي على مدينة كبدلو. صديقي رشيد من الرشيدية الله يعمرها سلعة. احنا في الناظور ما نقولوش الناظور، نقولو الناظر. نس نتش قسم مش الناظر. حياة اليومية أم فاطمة والله ما سخت مسكينة ما سختش تمشي. ناس الرشيدية ناس طيبين، وكما قلت عندي صديقي من الدرك الملكي اسمه رشيد من الأصول الرشيدية على رأس الماء كبدلو. هو لجدام شاف من الدرك الملكي. وأخيه حميد ديديكاس لهم، ديديكاس للنشرة الرشيدية والناس سيدي قاسم، وديديكاس الناس القنيطرة، وديديكاس الناس بركان بركان بركان، وديديكاس الناس الناس ناس ملاح
سي فري، ناس الرشيدية ناس طيبين والله، ودي ديسكاس الناس كيقولوا لهذيك الجهة تفلت. لا مش تفلت، واحد البلاصة يا ربي تسمح لنا. تحياتي لجميع المسلمين، خوتي عواشرك مبروكة، التمازيغين الله يدخلوا عليك هاد العواشر بالصحة والراحة وراحة البال، وجميع العائلة وديديكاس الناس سوس أكادير شتوكا أيت بها إن زكان أيت ملول شفتي الكرة. أنا نموت على الكرة القدم خويا. الكرة زوينة. ديديكاس لخويا ارون ساك، وديديكاس لخويا محسن من قنيطرة الى سيدي قاسم، وديديكاس لخويا انس من سيدي قاسم، وديديكاس لارون ساك 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 ومعلق بالمساك، وديديكاس لميلانو من سوس. سمير العلي انا صراحة هاكر البارح راح حمق عمر. وديديكاس من طنجة القويرة. وديديكاس لداري تي في، ما عرفناش اش من مدينة سينو نديرو لها ديديكاس. شكون جا الجوع؟ اديوس اميغوس، اديوس اخت فاطمة، انا جاني الجوع. اودي علاش هضرتو لنا على الماكله؟ ديديكاس خويا ارون من بركان باري، الله يحفظك خويا انس ويعزك ويجيبك لهاد المدينه ان شاء الله. وديديكاس الناس مصر، مصر خويا ارون، وتمنيت نزور مصر اذا كانت في المكتب ان شاء الله. مصر مصر كتعجبني بزاف، شرم الشيخ ناخد رايكم. مرحبا تيمازيغين. كاينه واحد نص برما ديال زعلوك، شكون بغا مرحبا. واختي كتهضري لنا على الماكلة دابا، ودابا راه عندي هنايا ثلاثة، واش بغيتيني نوض نقرقب عاودة نقرقب في المخلات سمر الليالي كتضحك وما دابك خويا. راه عندي حتى انا ثلاثة وربع. اييه اختي راني عارف، اييه راه الوقت كيدوز دغيا. والحمد لله رانا مع الخوت والاخوان الزوينين ناخد رايكم.
اش من راي الاخت تيمازيغين؟ مرحبا اختي، اي سؤال نجاوبك عليه واي حاجه ما عرفتيهاش ممكن نعاونك فيها، ماشي مشكل. خوك ارون عنده مع التكنولوجيا، وان شاء الله غادي نبقى ندير لكم لي تويتو على الكمبيوتر، ان شاء الله غادي نجبد لكم بزاف تاع الصوالح، وغادي ندير لكم دي تويتو على لي سيت اللي تقدروا تيليشارجو به هادوك الشي اللي كديروا به المونتاج. وجميع انواع اللوجيسيالات اللي ما تعرفوهاش غادي ندير لكم عليها تويتو، وغادي ندير لكم بالتدقيق وبشويه باش تشوفوا مليح وتعلموا كيفاش ديروا التيليشارجيو وديروا الكراك وتحلوه بزيرو درهم. الناس راه كتشري لو لوجيسيال هنايا نعرفهم كيشريوه ب 200 300 اورو. هالو ام برازيليان، هاو ار يو تو زيرو كانال فروم محسن اخويا، هو جا واحد الانجليزي برازيليان اميغو كومو ايستا مرحبا. خويا محسن ها واحد راه يضرب لونجلي، ويلكم ماي فريند، ويلكم ماي لايك ايدز ارونز بيري اميغو يو استو بي موي فيكو استو بيان استو تيوزو اف ان كانال فوم استابيانس اميكو. تميزو سمر ليالي هيو مو فريند بوينوش نوتشيس كاليميرا. باليونانية بونسوار كاليميرو. تيفيجو سمبرينا لايف ديو تيسيلو هاو ار يو ويلكم تو يور فريند ارون اند ويل هاف يو لايك my friend with views. أنا قال لك صديق أنا أرون قال لك صديق أنا بخير وأنت؟ والله الحمد لله الأخ أنس. قلت له I am good my friend كانال. I am good. وانا ريش حال كتجيني تقيلة الانجليزية. I am good. Como estás bien viendo a la zona ni que cos intime y vi como dieron los I know my puppy toy will store with you, just think same with you sir. Hello Byron. Hello my friend.
لا هي بطولة انت يا مالك تقيب نخد صباح على خير تليفون دي شارج الياس دوني بغاو ياكلو اسمحوا لي يا اخويا ارن هاني يا اختي دار تي في مرحبا بك اختي ونورتينا وشكرا كثير اختي بارك الله فيك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ثقيلة في الفهم. I don't speak well English. Yes, Tezo. Martin is speaking English good, very good. Me pour صباح الخير قالت لك الاخت سمر تصبحوا على خير تصبحي على خير على اخت دار تي في سمر كتقول لك تصبحي على خير اختي دار تي في في امان الله بوينوس كيندر بوينو والله ما نخاف اخويا محسن معايا الاخ انس السبنيولي يعطيلها دق والاخ محسن الانجليزيه ها هو انا اسمه الفخامه كيترجم بيتي اي بيتي ريسبسيون فهمت غاديك ريسبسيون على ما أظن راه 3:16 مينوت الإخوان ديشا هالو هالو الإخوان يمكن نعتذر منكم يمكن غادي نريد هاد الحفلة ونتمنى فوت معكم دي بون مومون ونتمنى لكم التوفيق اخوتي و أتمنى تكونوا سمعتوني اوكي اختي سمار شكرا كثير شكرا من حضرتو معايا لهلا يخديكم اخوتي راكم في القلب والتعامل ديالنا ان شاء الله يبقى دائما هكا كومبلينوس موسبرز ونتمنى اخوتي نتواصلوا في هذه المهمات اللي احنا فيها ونمشيو بعيد ان شاء الله بحول الله ونتمنى الاخ محسن الله دائم اخوتي ان شاء الله اختي سميرة الله هو الدائم وكنت مشاو غير فيما مشان الله
أوه خوتي، ما سخيت بكم والله العظيم العظيم ما سخيت بكم، ولكن راني مقبلت وانا في استوديو، وراكو تعرفوا استوديو كي داير، ما فيه لا سرجم لا والو. هذا كارت الأمانة. أيه sorry guys understand you num what is your num دراي هدرت البرتغالية هما حقاش البرازيليين كيهضروا حتى البرتغاليه وعندهم مع البرتغاليه خد اروند هاي فريند اند ثانكس Thank you, Tisha Nina. Thank you, very good. Thank you so much. Thank you, Tiozo. Thank you very much. Very good. أرون راه سولت عليك وقلت لي هذا صاحبي أرون يسول عليك الخير أخويا محسن الله يحفظك ليا انت راني عارفك كتهضر الإنجليزية وأنا راك تعرف الإنجليزية ما كنهضرهاش بصح كنفهم يعني راك شت الكمبيوتر الاصل ديالو انجلي يعني بالانجليزيه وقول لها سميرة انا وبريغاد وبريغاد أميغو وبريغاد بالبرتغالية سامر لايك 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 ديشا مهم اخوتي الاخ خويا محسن خويا اناس الاخت سمر يمكن غادي نخليكم وان شاء الله غدوه ان شاء الله الى الاخ محسن دار الحفله عنده ان شاء الله غادي نتكلموا على داك الشيء نتاع الفلتراج ونتمنى يكونوا قال الاخوان هنايا باش نهضروا معهم بصدق ونتمنى اخويا محسن راك سمعتني وبغيتك دير واحد الموضوع يعني على هادشي نتاع هادشي نتاع الفلتراج اخويا محسن باش الناس اللي يخدموا معنا بصدق يبقاو معنا والناس اللي ما يخدموش بصدق يبقاو يعني يجيو للحفلة ماشي مشكل بصح ما ندخلوش نشوفو لهم السيستمات ديالهم ولا شي حاجة كل واحد الله يسهل عليه
نتمنى خويا محسن يوصلك الميساج، وغادي نخليك ميساج في الواتساب ان شاء الله، ونتمنى كثير لنا واحد الحفله على الفلتراج، على اللي يبقاو معنا واللي يبقاو غير يدخلوا الحفله ويمشيو ماشي مشكل، يعني ما غاديش نكذبوا عليهم الحفله. اوبريغاد تيزو بوينوس نوتشيس تودوس اوبريغاد اوبريغادو. راكو عزاز اخوتي والله، سميرة، محسن، أنس، راكو عزاز 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 بزاف والله العلي العظيم. اخوتي خويا محسن، نتمنى يكون وصلك الميساج ديالي الى راك تسمعني. هذاك الشيء اللي بغيت اخويا محسن، بغيتك دير واحد الحفله ماشي مشكل، الضحك وكذا هذاك الشيء ماشي مشكل، بصح بغيتك ديرها على الفلتراج، يعني تفلتري بنادم. خويا انس غدوه ان شاء الله غادي نكونوا مع محسن، وغادي نشوفوا معاه الفلتراج ديالو، وغادي نشوفوا اللي الناس صادقه واللي الناس ماشي صادقه، ما عندنا ما نديروا بهم خويا، بصح يدخلوا للحفله ماشي مشكل، بصح في الصوالح اللي حنا كنخدموا بهم ما غاديش نديروا معاهم هذاك الشيء، لحقاش حتى هما ما كيديروش معنا المصداقيه. ونتمنى اخوتي العزاز طلعنا حفلة زوينة، وخا ما فيهاش يعني شي ضحك كتير ولا، بصح ماشي مشكل، الحمد لله طلعناها زوينة معكم بالحضور ديالكم الزينين، ونتمنى لكم اخوتي ليلة سعيدة. هذاك الشيء اللي كاين اخويا محسن، غادي غدوة ان شاء الله غادي نخلي واحد الاوديو، والاخت سميرة غادي تخلي واحد الاوديو، والاخ انس، باش نفهموهم، وباش ان شاء الله في الحفلة ديالك تما غادي نشوفوا معهم كيفاش. ان شاء الله اخويا ارون لجات اليا انا والله داك الشيء اللي كاين اخويا انس، 10 فيهم المصداقيه احسن من 30، هذاك الشيء اللي كاين، وان شاء الله غادي اللي فيه المصداقيه غادي يبقى، واللي ما فيهش المصداقيه الله يسهل عليه ويسهل على الجميع ان شاء الله. وهذاك الشيء اللي تمنيت، وغدوه ان شاء الله مع السي محسن غادي نشوفوا شنو كاين، ومع الاخت سمر. و يلا الخوت ليلة سعيدة عليكم كاملين، سميرة أرون ليلة سعيدة، غدا اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله الخوت تصبحوا على خير، وأستودعكم الله الذي لا تديم ودائعه، ونتمنى لكم الخير أخوتي، وارتاحوا مع راسكم وطلعوا لي في راسكم إن شاء الله بحول الله. الذي لا تضيع ودائع، انا غلط، المهم ماشي مشكله اخوتي. يلا خويا انس، تصبح على خير، تصبحوا على خير الاخوان، يلا السلام عليكم. اختي سمر تصبحي على خير حتى الغدوه ان شاء الله،
ونهار زوين إن شاء الله بحول الله. يلا أخوت بسلام عليكم، تهلاو لي فراسكم، ليلة سعيدة. خروج المشاهد. يلا تصبحوا على خير، السلام عليكم أخوتي.